أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا كما تعلمون سنواصل إن شاء الله تعالى في هذا المجلس، يعني ما بدأناه في الحلقة السابقة من تقريب نظرية الكم أو ميكانيكا الكم. وفي البال إن شاء الله تبارك وتعالى كما ألمحت يعني في الدرس السابق، لكن سيكون هذا إن شاء الله على مراحل، يعني لا نستطيع أن نواصل هذه الشروح أو هذه السلسلة أيها الإخوة بشكل متصل حتى لا نمل ولا نمل. ستحدث فترات انقطاع ثم نعاود بعد ذلك، يتخللها طبعا شرح موضوعات يعني مختلفة إن شاء الله تعالى. لكن في البال كما قلت لكم أن نشرح يعني أمهات أو كبريات النظريات العلمية التي لا ينبغي على ابن العصر أن يكون جاهلا بها كلية، على الأقل أن يكون على إلمام كما يقال. الإلمام هو أيها الإخوة المعرفة العامة والمعرفة الإجمالية، هذا معنى الإلمام وليس المعرفة الدقيقة التفصيلية. لابد أن نكون ملمين، يعني ذوي معرفة عامة وإجمالية أو جملية بهذه الأشياء، أو التي يعتبر من العيب ومن النقص المشين جدا أن يعيش الإنسان عصره ويجهل هذه النظريات أو كبرى هذه النظريات جهلا تاما. كنظرية النسبية بفرعيها الخاص والعام، وكنظرية ميكانيكا الكم، أيضا ما يتعلق بالهندسة الوراثية والجينات ومشروع الجينوم البشري واكتشاف الدي ان اي، قصة طويلة ومثيرة جدا جدا. ما يتعلق بالنظريات التطورية، ما يتعلق بالنظريات الكوزمولوجية أو الكونية، تطور النظرة العلمية إلى موضوع الكون أيها الإخوة وخلقه ونشوئه. هذه نظريات مهمة جدا كما أعتقد، وهي فعلا بلا شك كبرى النظريات العلمية. طبعا بعد يعني أن يلم الإنسان بهذه الأشياء سيصبح من السهل جدا عليه أيها الإخوة أن يدرك وأن يتعامل بوعي مع عشرات التضمينات الفكرية والاجتماعية والفلسفية لهذه النظريات. لا يكاد يخلو كتاب أيها الإخوة يعني في شؤون الفكر من تضمينات النظريات. من الصعب بالذات في الفكر الغربي، في الفكر العربي ربما بعيد عن هذه الأشياء وغير مهتم بها ويشتر نفسه بطريقة تقليدية للأسف وقديمة ربما، لكن في الدراسات الفكرية في الكتب الفلسفية في الدراسات حتى الاجتماعية في أكثر الأحيان هناك تضمينات كثيرة جدا أيها الإخوة. عليكم السلام. حين تقرأ في أي كتاب فكري أو فلسفي بعض التضمينات بعض التفسيرات أيها الإخوة لمفاهيم كمومية أو مفاهيم نسبوية وأنت لست على إلمام بهذه العلوم لن تفهم كيف تم هذا التضمين، لم تفهم لماذا فسرت هذه المسألة من هذه الزاوية بالذات، لأنه ليس عندك إلمام قاعدي أو جملي كما قلنا كل بهذه النظريات. لكن حين يكون عندك هذا الإلمام سيكون سهلا جدا عليك أن تفهم هذه التضمينات كيف تمت المحاجة استنادا إلى هذه الجزئية مثلا من هذه النظرية أو تلك، سيصبح موضوعا سهلا جدا عليك، ستستطيع أنت أن تمارسه أيضا، أن تستخدم هذا التضمين أو هذا التدعيم كما يقال. التدعيم هو التضمين في أفكارك في محاجاتك في براهينك بشكل أو بآخر بحسب أيضا عمق وسعة وعرض القاعدة العلمية في هذه الشؤون أو غيرها لديك. نعم، يعني مثلا إذا أردنا أن نشير إلى نظرية مثيرة جدا جدا وعميقة وغير عادية هي نظرية الفلزائي الشهير مثلا في سان دييغو ديفيد بوم ومرآة ديفيد بوم في إدراك الوجود، لا يمكن أن نفهم هذه النظرية والتي عمرها أكثر من 40 سنة وظلت متجاهلة أكثر من 40 سنة لأنها عميقة جدا وأشبه بالسحرية، نظرية غير عادية إطلاقا أيها الإخوة، يعني تحتاج إلى خيال أقوى بكثير من ذاك الخيال الذي نحتاجه لكي ندرك الكم أو النسبية. لكن إدراك الكم مثلا أو النظرية الكمومية خطوة رئيسية وضرورية لكي يتعامل مع ديفيد بوم، مستحيل أن نفهمه من غير هذا. ولذلك هذه الأشياء تبقى حقولا أيها الإخوة غير مدروسة وميادين غير يعني مرتادة لمن كان يجهل هذه الأشياء الأساسية، فلا بد طيب أنا سأبدأ إن شاء الله، وبالعكس قد يكون أكثر هذه الحلقة نوع من تعميق المفاهيم ومراجعة ما سبق أن ذكرناه، لأنه ظهر لي يعني في بعض المؤشرات كأن بعض الأشياء لم تكن واضحة، فسنصطنع مراجعة إن شاء الله في هذه
الحلقة حتى نستطيع أن نفضي كما وعدتكم إلى تلخيص أو مقاربة أو تقريب نظرية بور في عالم الذرة. طيب، لو سألنا أيها الإخوة، لو سألنا ما الذي يميز الميكانيك التقليدي؟ تحدثنا عن علم الديناميكا التقليدية أيها الإخوة، والميكانيكا أيضا التقليدية، والفيزياء الكلاسيكية بشكل عام. الميكانيك التقليدي ما الذي يميزه في ظنكم كما شرحنا؟ نعم، أحسنت، يعني السببية. السببية والحتمية هي بنت السببية، ما في حتمية من غير سببية. إذن الخطية، ما معنى الخطية؟ الخطية معناها أيها الإخوة أن الكل بتعبير فلسفي يساوي مجموع أجزائي، هذا خطية. حين نقول فيزياء خطية وفيزياء لا خطية، كفيزياء الكاوس مثلا. على فكرة صحيح، الكاوس لابد أن نتعرض لنظرية الكاوس، لابد أن ندرس الكاوس دراسة معمقة كما ندرس الكم والنسبية، لأنها خطوة أيضا إيش فسيحة وهائلة في هذا الحقل أيها الإخوة، في حقل الفهم الطبيعي والفيزيقي للعالم كله. طيب، إذن الخطية، الخطية معناها بلغة فلسفية وبلغة رياضية أن الكل يساوي مجموع أجزائه بالضبط. صحيح، هذه من أهم سمات الميكانيك والفيزياء التقليدية النيوتونية بشكل خاص أيها الإخوة، خلافا طبعا للطرح الإغريقي الذي كان ينظر إلى الكل على أنه أكبر من مجموع أجزائه. نيوتن قال هذا غير صحيح، الكل يساوي مجموع أجزائه، وبالتالي أيها الإخوة نستطيع أن نقسم أي جزء إلى أجزاء بعد ذلك بينية أو وسيطة أو أصغر وأصغر وأصغر. هذا ما يقوم به ما يعرف به بالتحليل الرياضي. على فكرة، حساب التفاضل والذي ابتدع في نفس الوقت على يد اثنين متعاصرين وهما إسحاق نيوتن ولايبنيتس الألماني العالم الموسوعي والفيلسوف الشهير صاحب فلسفة المونادولوجيا، مونادولوجي، هذا الحساب، حساب التفاضل يتعامل مع إيش؟ مع العالم على أنه عالم خطي، على أن الكل يساوي مجموع أجزائه، هذا هو. ويتعامل أيضا مع العالم ومع الحدث الطبيعي على أنه حدث اتصالي متصل. حساب التفاضل حساب اتصالي، حساب استمراري، لا معنى له في غياب مبدأ إيش؟ الاتصالية أو الاستمرارية في المادة، في الطاقة، في الحركة، في أي مفهوم أيها الإخوة. هناك اتصال سلس، هناك اتصال سلس. حساب التفاضل جاء ليتعامل إيه؟ مع العالم وفقا وانطلاقا من هذا المبدأ، مبدأ الاستمرارية، مبدأ الاتصالية الذي وجهت إليه ضربات كما شرحنا في الحلقة السابقة. إذن أيها الإخوة، السببية، السببية كل مفعول له إيش؟ له فاعل، يعني كل مسبب له مسبب، يعني سبب. وبالتالي كل إيه؟ كل سبب يستدعي إيش؟ مفعوله، يستدعي مفعوله. هذا يتيح أيها الإخوة إمكانية ماذا؟ التنبؤ، إمكانية التنبؤ، والتي تعتبر سمة أساسية أيضا في الفيزياء التقليدية والميكانيك التقليدي، إمكانية التنبؤ. وأشرنا غير مرة إلى عبارة العالم الفرنسي الشهير لابلاس، صحيح؟ لابلاس كان يقول لو أنا أعطيت المعلومات بدقة عن أي حالة حاضرة أستطيع أن أتنبأ بمستقبلها، أي حالة، أي حالة، قال لك أي حالة. وهي طبعا هذا نوع من إيش؟ نوع من المبالغة والمغالاة، هذا ما يعرف إيش بالحتمية، كل شيء محدد، كل شيء محدد. طبعا يعني هذا الفهم الحتمي قد يناسب إيش؟ المنازع الدينية الثيولوجية اللاهوتية، بلا شك أهل الأديان يحبون هذا، أن كل شيء مخلوق ومقدر سابقا، مقدر إيه؟ سابقا. لكن هذه قضية أخرى، هو مقدر إيه؟ عند الله. هل هو مقدر بطريقة تتيح لك أنت كإنسان أن تطلع على الغيب؟ يعني لو أعطيت كل إيش المجاهيل لحالة معينة مثلا بحيث تصبح معلومات، مسألة طبعا لها تضمينات فلسفية ضخمة جدا جدا، عشرات آلاف الصفحات كتبت عن فلسفة الحتمية، عن فلسفة عشرات آلاف أيها الإخوة، مش الصفحات، الدراسات كثيرة جدا جدا. المهم، فالحتمية هي التحديد المسبق التي عبر عنها في تراثنا الإسلامي عمر الخيام ببيت من أجمل ما يكون، ذكرناه مرة في الخطبة، قال في صباح يوم الخلق خطت يد القدرة ما سيتلى، ما سيتلى ظهر يوم الحساب. قال في صباح يوم الخلق خطت يد القدرة ما سيتلى ظهر يوم الحساب، كل شيء مخطوط مقدر. نيوتن يقول هذا جميل، هذا يتفق مع فلسفتي،
مع فلسفتيات طبيعية يعني فهمه الفيزيائي كما قلنا كان يسمى إيه أو يسمى الفيزياء بإيش بالفلسفة الطبيعية المبادئ الرياضية الفلسفة الطبيعية كتاب نيوتن الأصلي أو النص الأصول في علم الطبيعة في عصره وبعد عصره بقرنين تقريبا. طيب إذا مبدأ الحتمية مؤسس على السارية السارية الصلبة أيها الإخوة الواثقة هذه ظاهرة لها إيش لها فعل لها سبب وهذا السبب يستدعي إيش ظاهرته. لابلاس كان يجادل أنه يستطيع أن يعرف أي شيء إذا أعطي إيش كل ما يتعلق به في حالته الحاضرة. طبعا بعض الناس وهذا هذه التضمينات عاد الدينية الاجتماعية إلى آخره بعض الناس بالغ كما قلنا. هناك رجل اسمه وارو قانوني ومحامي أمريكي شهير توفي في أول القرن العشرين صاحب محاكمة مشهورة جدا جدا خاصة لمن يقرأ في تاريخ نظرية التطور وما يتعلق بها أيضا إيش هذا الرجل له باع طويل وهو تطوري صاحب المحاكمة المعروفة بمحاكمة استعدان مانكي ترايل محاكمة استعدان. هذا الرجل دافع مرة عن اثنين من موكلين كلاينتس يعني كان قد ارتكب جريمة قتل بأنهما أيضا هما ضحية كضحيتهما ضحية. لماذا؟ لأن كل شيء محدد مسبقا كل شيء مزاجهما طريقتهما تفكيرهما نزوعهما دوافعهما كل ما يتعلق بهذه القضية محدد مسبقا. هناك سلسلتان يقول طبعا كل منهما إيش مخصوص بسلسلة هناك سلسلتان كل حلقة فيها إيش مرتبطة بالتي قبلها وتفضي إلى التي بعدها فهما ضحية البيئة والثقافة والوالدين والمدرسة والمنهج والأفكار الشائعة والغذاء كل شيء أشياء عوامل كثيرة جدا 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 وطبعا كثب مرافعة شهيرة نعم المبالغة طبعا هذا يدخلنا إيش في عدمية أخلاقية وفي عدمية قانونية بعد ذلك معناه كل واحد غير مسؤول عما يفعل بهذا الطريق صحيح إذا لما القانون لما العقاب لما كذا لما الأخلاق انتهى يعني حتى يصبح الوضع الأخلاقي لا قيمة له لأن الإنسان بعد ذلك أيها الإخوة يخضع لحتمية يخضع لحتمية مش لوعظ وإن كان طبعا إيه يمكن إدخال فائدة الأفكار والوعظ الأخلاقي داخل سلسلة أيضا إيش الأسباب بهذه الطريقة. المهم يعني فهذا موضوع الحتمية صحيح. هناك أساس ثالث هناك أساس إيه ثالث أيها هذا هو يعني ربما أهم الأسس للميكانيك التقليدي. هناك أيضا إيش افتراض وأساس ثالث وهو أن الراصد لا يشوش إيش الظاهرة المرصودة. نيوتن كان يقتنع بهذا تماما يقول حتى الأخطاء التي لو زربا يعني يقوم بها الراصد بحسب قوانين قالوا فلسفة هذه الطبيعية الدقيقة يمكن إدخاله في الحساب ومعرفة من أين جاء الخطأ كل شيء محسوب بدقة يعني. فكان يفترض مثل جاليليو قبله أن الراصد لا يشوش إيش الظاهرة. طبعا هذا سيمنى أيضا بضربة إيش قاتلة في الميكانيك الكمومي ميكانيك إيه الكم. بالعكس أول ما تدخل أنت كراصد ستتخربط وتشوش إيش الظاهرة المرصودة ستؤثر عليها. أحسن من عبر عن هذا هايزنبرغ الذي طبعا نتلو ذكر هو ذكر السامي في الحلقات المقبلة. طبعا أعتقد كل حلقة سوف تشاهدون هذا فيما يأتي ستكون أجمل وأعمق بكثير. هذا كله تقديم حين نصل فعلا إلى إيش شرودينجر وهايزنبرغ وبعد ذلك بوم سوف ندرك تماما العمق السحري لهذه النظرية العجيبة نظرية عجيبة وطبعا تضرب حتى إيه فعلا بديهيات إيش الفهم الطبيعي عندنا. يبدو أن هناك عالما يختلف كثيرا وليس إيه قليلا كثيرا جدا جدا عن عالمنا هذا إيه عالمنا هذا المحسوس أو الكبروي الماكروكوزمي يختلف بشكل غير طبيعي. فموضوع أن الراصد لا يشوش موضوع أن الراصد إيه لا يشوش. نيوتن أيضا كان يفترض بل صرح طبعا هذا افتراضه في النهاية صرح بأن القوانين تنطبق إيش بقدر متساو على العالم كله صغيره وكبيره يعني على الذرة إلى المجرة أيضا تنطبق. هناك بعض إيش الحسابات بعض الخصوصيات ولكن نفس القوانين. التبرير لهذا ما هو أن الكون واحد فوحدة الكون نيوتن يقول هذا تعبير وحدة الكون تستدعي وحدة ماذا القوانين كان نفس الشيء. إذا ما ينطبق مثلا يعني النموذج الكوكبي عند نيوتن كيف يفسر مثلا بقوة الجاذبية الكونية هذا صالح أن يفسر أيضا إيش النموذج الذري لكن هذا ثبت أيضا أنه غير صحيح ثبت أنه غير صحيح. فهذه أيها الإخوة الافتراضات
التي أسست ورسخت دعائم الميكانيك التقليدي كما قلنا في الحلقة السابقة، أعطت راحة وشعورا بالرضا للعلماء أن كل شيء ماذا محدد، كل شيء واضح، كل شيء محسوب، يمكن بدساتير رياضية إيش أن نعرف كل ما نريد معرفته. هذا شيء جميل، يعطي الإنسان شعورا بالثقة وشعورا بوثوقية إيش المنهج العلمي، منهج موثوق يمكن أن نضع فيه كل ثقتنا في هذا المنهج العلمي. طبعا هذا يسمى عصر الميكانيك، طبعا كان له تدعيماته الفلسفية كما أشرنا. هذا موضوع آخر ممكن إن شاء الله إذا أردنا بعد أن نفرغ من هذه إيش المقاربات العلمية أن نتناول أي جوانب فلسفية لهذه الأشياء، بل لابد أن نفعل هذا على فكرة، لابد أن نفعل، نحن مضطرون أن نفعل هذا، وبالذات كناس يحملون فكرا ومعتقدات دينية لابد إيش أن نتدخل أو ندخل على حق إيش التضمينات الفلسفية واللاهوتية لهذه المسائل والموقف الفلسفي واللاهوتي منها. طيب إلى القرن 19 أيها الإخوة بدأت بعض المتاهب، بتعبير اللورد كيلفن وكان من أشهر علماء الطبيعة في هذا القرن، قال كانت السماء نيوتونية صافية تماما ممتازة سوى غمامتين يعكران صفو السماء النيوتونية، ظهرت غمامتان كبريان حقيقة. من يقول لي ما هما هاتان الغمامتان؟ شرحنا هذا في الدروس السابقة، سببت أزمة، سببت أزمة حقيقية إيش للفيزياء التقليدية. الضوء، صحيح، نبدأ بالضوء. الضوء من أي كيف يعني؟ الضوء موجود والضوء مدروس، ثبات سرعة الضوء يعني كيف؟ كيف كيف أثرت إيه مسألة ثبات سرعة الضوء على الميكانيك التقليدي؟ كيف من أي زاوية؟ لا 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 ليس هذا، هذا بعدين الدواليزموس أو الدواليتي الإزدواجية ستأتي بعدين، ستأتي مع إيه مع أينشتاين بالذات ومع دي برويلي لكن لا هذا لم يكن إيه مطروحا في الحساب لسه، مش هذا هو أساس الأزمة. أساس الأزمة هو طيب كيف ثبات صحيح، الجواب صحيح، كيف ثبات سرعة الضوء أثرت على الميكانيكا التقليدية؟ عملت له أزمة حقيقية. أحسن، هذا ما ذكرناه في الحلقة السابقة، الضوء إذا دخل في أي وسط أيها الإخوة غير الخلاء غير الهواء يتباطأ، لكن إذا خرج يعود بنفس السرعة مباشرة مش بتسارع، مباشرة بنفس السرعة، هذا غير مفهوم في الميكانيكي التقليدي. لكن هنا الآن مشكلة، ثبات سرعة الضوء من أين نجم؟ كيف عرفناه نحن؟ في أي تجربة؟ في أي سياق؟ في سياق اختبار فرضية الأثير، الإيثر، الأثير، صحيح؟ الآن هذا الإيثر أو الأثير يعني بالعربية، هل كان يشكل ضرورة للفلسفة النيوتونية؟ هل نيوتن فكر فيه أو استدعاه أو أراده نيوتن؟ من يقول لي نعم أو لا؟ لا، صحيح، صحيح، لا، غير مفروض عليه. لماذا أبو القاسم؟ أعتقد هذه الطريقة جيدة لتعميق المفاهيم وتبسيطها، هيك الآن سنصبح وثبت أننا فهمنا جيدا ما قلنا. لماذا؟ طيب المفترض الضوء يعني عبارة عن أجسام تمشي في خط، طيب أحسنت، على فكرة هذا 90% من الجواب، كيف؟ وضح لنا. أحسنت، نيوتن هو صاحب النظرية الجسيمية أو الحبيبية كوربسكولار ولا بارتيكل ثيري، نظرية حبيبية كوربسكولار ثيري، نظرية حبيبية أو الجسيمية بارتيكل. طيب إذا هو افترض إيش؟ طبعا مثله مثل سابقين على فكرة، مش هو أول من قال هذا، نحن ودعم هذا، أن الضوء مجرد جسيمات حبيبات صغيرة، طيب لماذا لم يحتاج إلى الأثير؟ 90% من الجواب صحيح، لكن لماذا؟ راح تتغير سرعته إذا أخضع لقوة معينة، ليس هذا السبب. الذين احتاجوا إلى الأثير وهؤلاء الذين فوجوا، طبعا هم يتمون إلى الفيزياء التقليدية ينتموها النظرية الثانية، نظرية هيوجنز أو هيوجنز، النظرية الموجية الويف ثيري، نظرية الموجة. لماذا؟ يحمل الحبيبات لا، الحبيبات لا تحتاج ما يحملها يعني. طيب سأقول هذا، ربما لأن الضوء ليس ضوء الشمس ولا ضوء نتقبله، ليس مونوكروماتش، ليس
كما ضوء الليزر ما لا بدل محدد. سأقول لكم الأمور أبسط من هذا بكثير. الموجة يا إخوان، نتكلم عن ويف، عن فيلي، عن موجة. الموجة دائما تحتاج إلى وسط تتموج فيه. كيف تتم الموجة فيزيائيا؟ هتحدث عن موجة الماء، أنت تلقي مثلا بحصاء أو بأي شيء في الماء، تبدأ إيش؟ تجيش البحيرة بالأمواج، صحيح؟ إيش الوسط هنا؟ الماء، أثير إيش؟ الماء نفسه، صحيح؟ الموجة تتموج دائما في وسط، في ميديم، لابد له من وسط. فإذا تحدثت عن الضوء أنه موجة، إذا لابد أن تتحدث أين يتموج. انتبهوا، إذا تحدثت أنه particles لا يحتاج إلى إيش؟ وسط، لأنها جزيئات تنطلق انتهى. واضح؟ هيك تصبح الفكرة واضحة تماما إن شاء الله، نطمئن إلى إيه؟ إلى وضوحها. إذن فالنظرية الموجية هي التي اختطت إيش؟ افتراضا جديدا لشيء وهمي، طبعا بعد ذلك طلع وهمي خرافي اسمه إيش؟ الإيثر أو الأثير. لماذا؟ كوسط تتموج فيه إيش؟ أمواج الضوء أو الأمواج التي تسمى بعد ذلك بالكهرومغناطيسية بشكل عام. طيب تفضل. لا لا، سنقول هذا الآن، سنوضح لنا إذا لم تحضر معنا، سنذكر ما هو الأثير. لا، الأثير ليس الفراغ، العكس، وسط آخر غير الفراغ. من أين أتى هذا؟ من تجربة مشهورة جدا جدا، تجربة الدورق المفرغ من الهواء الذي وضعنا فيه ساعة ميقاتية أو أي شيء يدق جرسا مثلا، وفرغناه أو نفرغه، مع التفريغ يبدأ يخفت الصوت، حتى إذا تم تفريغه بالكامل لا نعود نسمع إيش؟ الصوت، لا نعود نسمع الصوت. لماذا؟ لأن الصوت هو موجات، وهذا معروف. صوت ما في خلاف كبير مثل الضوء، صوت موجات، وتتموج هذه الموجات أين؟ في الهواء، في الهواء العادي، في اللوفت الذي تتنفسه، في الهواء أثير إيه؟ ولذلك أنت فرغت ماذا؟ فرغت الهواء. حين فرغت الهواء عدم الصوت، معناها قطعا هذا ما فيه، طريقة سببية، وهذا التفكير ميكانيكي سببي. على فكرة لما نقول ميكانيكي معناها سببي، في سبب، في مسبب بشكل واضح، ويمكن يعبر عنه بظاهرة إيه كما قلنا، أو عفوا بأسلوب إيه خطي، كذا يسوي كذا، انتهى، علاقة واضحة. طيب إذا فالوسط الذي يعني موجات الصوت هو إيه؟ الهواء. إذا عدم هذا الوسط ما في صوت، انتهى، لأنه فيش، لا تجد إيه ما تتموج فيه فلا تسمع. لكن هل الضوء كذلك؟ إذا الضوء ليس محمولا في الهواء، بدليل أنه طيب نرسل شعاعا ضوئيا يخترق الدورق وسوف نرى إيش؟ يمشي في الدورق، والدورق ليس فيه هواء، صحيح؟ مفرغ من الهواء. إذا كيف صار الضوء؟ هذه مشكلة كبيرة جدا جدا. إذا الضوء لا يتموج في إيش؟ في الهواء كما يفعل الصوت، أين يتموج؟ هذا السؤال موضوع على من؟ مش على نيوتن. فكيف أنا ما قلتش أمواج، أنا قلت إيش؟ كافوس فلاوس. أنا قلت إيه؟ يعني أنه حبيبي، حبيبي، أو أنه جسيمات، جسم صغير لا أحتاج إلى وسط تتموج فيه، ما فيش أمواج يعني. أنا قلت أمواج؟ ما قلتش. إذا نيوتن إيش؟ مريح رأسه إيه؟ من قصة إيه؟ الأثير. طبعا ما عندوش أي مشكلة مع الأثير، وفي الأثير إيش؟ لا نحتاجه. الذين قالوا في النظرية إيش؟ الموجية عندهم مشكلة. طبعا فارادايا أو فارادايا و إيش اسمه هذا تبع الكهرومغناطيسية، ماكسويل، ماكسويل طبعا أيدوا إيش؟ الفرضية، نقول أو النظرية إيه؟ الموجية. هؤلاء وجهوا طبعا قبلهم إيش؟ صاحبها المشهور جدا وفيرنل، ثل هؤلاء، يوجنز وفيرنل، هؤلاء واجهوا مشكلة حقيقية. إذا كان الضوء لا يتموج إيه في الهواء، إذا لابد أن يتموج في وسط آخر، ما هو هذا الوسط؟ وين هذا؟ ما بنعرف فيه إلا الهواء في الفراغ، إيش هو هذا؟ فقال لك في شيء من أيام الإغريق اسمه الأثير، إيثر، الأثير قالوا. وإيش الأثير هذا؟ الآن الأخ الفاضل سأل، نعيد الكلام، قال لك هذا وسط غريب جدا، فعلا سحري، صفاته عجيبة جدا ومذهلة، هو رقيق جدا وجفاف جدا، لذلك أنت لا تراه ولا تشمه ولا تلمسه، وفي نفس الوقت صلب جدا، صلب بشكل ما بتتوقعه، عجيب. طب صلابته هذه معناها المفروض انها لا تسمح لاي شيء بيخترق، لك لا، ومع كونه ايش صلبا جدا الا انه يسمح للاجسام والاشياء والضوء ايضا ان ايه ان يسير فيه وان يخترقه. الارض بتصير في الاثير، القمر، النجوم، كل شيء بيتحرك بيصير في الاثير. يدك هذه تصير ايضا ايش في الهواء وفي الاثير، عجيب. ايش الكلام هذا؟ كيف؟ قال لك مش هيك بس، وبصير في الاثير ويترك خلفه موجات ايش؟
موجات أثيرية كمان تتحرك معها زي الهواء على فكرة، العرض يسهل بتأخذ الهواء معها الطيارة وفكرة جدار الصوت هكذا. المهم طيب هذا الكلام ريح العلماء، ممتاز. إذن الضوء أمواج، جميل. أين تتموج؟ في الأثير، جميل، ارتاحوا. هل أثبتوا هذا الأثير؟ ما أثبتوش، مثل مسلم هيك، مثل فرضية، وهي إثباتها العلمي. قال لك ما هو لابد منها أصلا، بما أنه فعلا إيه. حتقول طب ليش هو مفترض أنه أمواج؟ هنا أنا أسألكم، ليش افترضوا؟ ليش ما ريحوا حالهم بدل ما يجيبوا فكرة زي هذا غير مبرهنة وسحرية وغريبة ومتناقضة مع نفسها؟ صلب جدا جدا، في نفس الوقت تصبح بالاختراق وتقييم موجات أثيرية، شيء مش مفهوم. لماذا إيه لم يوافقوا مع نيوتن أن الضوء جسيمات أو حويبات؟ انتهي المشكلة. لماذا؟ أحسنت، ظاهرة ديفراكشن، ديفراكشن الحيود أو الانعطاف أو الانعراج. ديفراكشن إيش الحيود؟ زي ما قلنا حضوه هذا اللي احنا مش عارفينه، موجة ولا إيه ولا جسيم لحد الآن. لما بمر عند حواف معينة أو من ممرات ضيقة بصير له إيش؟ انحناء، انعراج، انعطاف، يحيد. وهذه مش خصائص إيه؟ مش خاصية الجسيمات، هذه خاصية الموجات. طبعا كل واحد بيشوف البوق هذا، البوق الزمارة حتى تعطف الصغير، أو البوق الحربي، ليش معمول بالطريقة هذه؟ بحيث إيش؟ تنعطف فيه حوافه إلى الخارج، استغلالا لخاصية إيش؟ الديفراكشن هذه بتاعت الموجات الصوتية، ثابت هذا الحيود أو الانعراج أو انعطاف الموجات الصوتية، فبتنعرج فطبعا يمكن سماعه إيش؟ أعلى، صح؟ نحن صغار نشوفها نعمل هيك تعملها هيك كذا؟ لا، أسطوانة. إذا عملتها منعطفة لأن الحيود بتخلي إيش زاوية الانحناء أكبر، تخليها إيه أكبر، فبيطلع الصوت إيش أضخم وبصل لمسافات أبعد أيضا. وهذه فكرة البوق على فكرة، من غير إيه؟ تنتشر أكثر طبعا. طيب فهذا بالنسبة للصوت. بالنسبة للضوء لاحظوا إنه إيش؟ إنه فعلا طيب كيف نعرف؟ كيف أثبتوه إنه في حيود للضوء؟ بظاهرة إيش؟ الإضاءة والإعتام، التداخل، interference، اسمها الإيه؟ interference، constructive interference أو destructive interference، التداخل الهدام والتداخل البناء، التداخل الهدام. طبعا هو عموما هتقولي أنا لا أنا مش شايف، المفروض هو بالعقل هيك البسيط أنك أنت تشوف التداخل هذا الآن في أي لحظة، لا بتشوفوش. ليه؟ لأنه أمواج الضوء سواء قمامها أو إيه أو قيعانها صغيرة جدا جدا جدا، ولذلك لا يسمح إيه في الوضع العادي يعني مجرد أن ندرك هذا الشيء. لكن إذا أنت ألجأت أمواج الضوء أن تمر عبر إيش ممر ضيق جدا كفتحة أصبعين هكذا، أنا عملت هذا الشيء، صور سوف تراها تماما. كنا نفعل هذا واحنا صغار، أي شيء ضيق سوف ترى أهدابا من الضوء، سمراء وبيضاء، سمراء وبيضاء، أبيضاء وأسودات، صحيح؟ ليش هذه الناتجة؟ لأنه هذه الأمواج إذا التقى الآن إيش؟ قمة مع قاعد بصير اعتام، بصير إيه؟ بصير إعتام، هذا بسموه التداخل الهدام. لكن قمة مع قمة أو قاع مع قاع بضلوا إيش؟ إضاءة، فبتلاقي أهداب بيضاء، أهداب سوداء، أهداب متداخلة. وطبعا الذي قام بهذه التجربة الذكية هو الإنجليزي الذي نال شهرة إسحاق نيوتن في الفيزياء في عصره، توماس يونغ. توماس يونغ هو الذي إيش قام بهذه التجربة، وله رسم مذكورة في كتب الفيزياء المرجعية معروفة، وتلاحظها خاصة إذا نظرت إلى هذه الرسمة إيش من جانب هكذا، فعلا ترى هذه الأهداب موجودة، الرسمة التي إيه انتهى إليها. إذن هذه إيه ظاهرة تثبت أن الضوء ماذا؟ موجات. طبعا سنأتي في الحلقات الآتية على بعض البراهين الأعمق أيضا التي إيش تثبت موجية إيه؟ الضوء، تثبت موجية الضوء. نرجع إلى الأثير. إذا الأثير هو الوسط، لماذا إيه افترض الأثير؟ لأنه ثبت عنا أن الضوء موجات، بيخضع لظاهرة إيش؟ الانترفيرنس، التداخل، بيخضع لظاهرة الحيود، بيخضع لظاهرة الاستقطاب، بولاريزيشن، وهذا مثل الأجسام أيضا شرحنا هذا. فقال لك هو موجات، ما فيش كلام، ومع فارادايه شو اسمه هذا، لا اله الا الله، مره ماكسويل، ثبت لدينا انه ايش موجات بلا شك. طبعا هو من نوع الموجات الكهرومغناطيسيه، عشان هو في الاول فكروا شيء ثاني، طلع لا نفسه والميكروويف واشعه الشمس هذا، وموجات الاذاعه وموجات التلفزيون كلها موجات كهرومغناطيسيه عارفينها. طيب فالان بدنا نختبر موضوع ايه الاثير هذا. اشرنا اشاره عابره وقلنا ان شاء الله في دروس النسبيه بدنا
ربما هي نعرض هذه التجربة هي بطريقة إيش أكثر تفصيلا، بس الآن برضو هي نعطي عنها فكرة عامة. تجربة العالمين الذين كان يعتقدان اعتقادا جازما بوجود الأثير، وحب قدمه إيه أحب أن يقدم خدمة بإثبات وجود إيش الأثير تجريبيا تجريبيا. طبعا في العصر الميكانيكي ما هي اللغة إيش الأكثر مقبولية، اللغة النظرية واللغة التجريبية؟ تجريبية صح، لكن بدءا مع ماكس بلانك وألبرت أينشتاين ستدخل بدعة جديدة في عالم الفيزياء، اللغة أيضا إيش النظرية، يعني عورق أو قلم من غير ما يحط إيده في أي شيء تصور، وحنخبر أشياء معينة، هذه بدعة جديدة إيه في الفيزياء، عكس إيه طبعا العصر الميكانيكي اللي دش مع إيه مع يوهانس كيبلر، غاليليو، كوبرنيكوس، تايكو براهة، ديكارت حتى محسوب، وهؤلاء هم العمالقة الخمسة وجوردانو برونو الذين ذكر إيش نيوتن أنه وقف على إيش أكتافهم شولدرز، ولذلك قال إذا كان عندي يعني إيش الجديد الذي لم أسبق إليه وكنت قد ذهبت إلى أبعد مما ذهب إليه غيري فلأنني أقف على أكتاف العمالقة، هؤلاء الذين ذكرتهم لكم هذول هم عمالقة نيوتن، عمالقة من أواخر كتب ستيفن هوكينغ تأليفا كتاب ضخم على أكتاف العمالقة يشرح في تطور إيش هذه الدراما العلمية الممتعة جدا. فاللهم صل على سيدنا محمد. فمايكلسون ومورلي أحب أن يقدم يزدي خدمة بإثبات أن الأثير فعلا موجود، لأنه قطعا هو موجود. فإيش عمل؟ طيب فكرة سهلة جدا جدا، مثل السمكة التي تسبح في الماء، طبعا المفروض أنها لا تعرف أنها تسبح إيش في وسط اسمه الماء، بالعكس هذا بالنسبة لها كالهواء بالنسبة إلينا، شيء طبيعي جدا حياتها، فكيف هتعرف لا أنها تسبح في وسط موجود فعلا، معناها ولدت فيه ونشأت فيه وتربت فيه، لو أنها أوتيت مقدرة رياضية لكي تحسب سرعتها باتجاه التيار وسرعتها ضد إيش التيار، طبعا سوف تجد أن سرعتها مع التيار أكبر من سرعتها ضد التيار، إذن في وسط ما فيش خلاء مطلق، فيش بكوم، في وسط، في شيء معين، حتسميه الماء، تسميه السين، تسميه الدين، ما لناش علاقة، هذه مشكلة السمكة، احنا سمينا الماء البشر. طيب الآن مايكلسون ومورلي جعل نفسيهما أو من نفسيهما إيش سمكا في بحر الأثير، تجربة ذكية جدا مبسطة، وصمم تجربة سنذكرها بالتفصيل عند إيش نسبية أينشتاين إن شاء الله، لكن صمم تجربة ذكية جدا لحساب سرعة إيش سير كوكبنا الأرض مع اتجاه إيش الأثير، وسرعتها إيه ضد اتجاه إيش الأثير بالإشارات الضوئية، بدأ تفصيل بعد مفصلها، وكانت النتيجة صادمة ومفاجئة، نفس السرعة الأرض مع الأثير، الأرض ضد الأثير نفس السرعة، والتجربة دقيقة جدا بحيث أنها تستطيع أن تقيس الفروق أيها الإخوة في سرعة الضوء نفسه إذا وجدت، دقيقة جدا مش أي كلام يعني، لكن ما فيش معناها ما فيش شيء اسمه إيش أثير الأرض بتسبح إيه فيه مرة معه ومرة ضده، ما فيش، لو فيه لازم كان يظهر الفرق إيه في سرعتها، لما بتصير معها صور بتكون إيش أسرع مما لو صارت إيه ضد بحر الأثير، صح؟ قال لك ما فيش شيء، فصدمة مصيبة، ليش هذا؟ يعني ما فيش أثير؟ طب إيش القصة؟ فعادت المسألة من جديد، عادت جذعة، هل الضوء موجات؟ طيب يا جماعة موجات في حيود، في تداخل، في استقطاب موجات، إذن ما في براهين قوية أنها موجات، إذن كيف يتموج هذا الضوء؟ في أي وسط يتموج؟ مشكلة كبيرة، صحيح؟ إذا كان موجات فعلا لابد من وسط يتموج فيه، إذن هذه مشكلة إيش؟ مشكلة الضوء، وهي الغمامة السوداء التي أشارها اللورد كلفن أو كلفن بالأحرى في سماء الفيزياء النيوتونية الصافية، قال في غمامتين لولا هاتان إيه الغمامتان لكان التفسير الميكانيكي النيوتوني للضوء والحرارة الإشعاع يعني مثاليا، لكن قال هالغمامتين هذولا حيسودن إيه حياة إيش الميكانيكيين حياة المتعبدين في محراب إيه نيوتن. الغمامة الثانية ما كانت؟ طيب إذا فهمنا هذا أنا أصبح واضح، أعتقد أصبح واضح تماما لما إيش كان ثبات سرعة الضوء والأثير وهذا الوسط مشكلة إيش للفيزياء إيش التقليدي، أصبح واضحا جدا. طيب الغمامة الثانية ما هي؟ أحسنت، الإشعاع. الإشعاع أقول لك قبل شوية الضوء والإشعاع، الإشعاع من أين؟ كيف؟ أين المشكلة في الإشعاع؟
ذكرنا شيء اسمه كارثة فوق إيه؟ البنفسجية، أو بعضهم يسميها الكارثة فوق البنفسجية، لكن أنا فكرت فيها الترجمة الأدق المفروض تكون إيش؟ كارثة فوق البنفسجية. الآن حين نعيد شرحها سنفهم لماذا أحسن من سميها الكارثة فوق البنفسجية. لا، هي كارثة الجزء الفوق البنفسجي من الطبيعة يعني هيك. ليش؟ كيف؟ شرحنا هذا أيضا، لكن هل استوعبنا جيدا؟ تفضل أخي حمد. لم أسمع والله. استمرار الإشعاع لفترات هائلة من الزمن. كيف؟ ملايين من الزمن ما زال الإشعاع استمر. لا، هذه مش الكارثة فوق البنفسجية. هذه موضوع إيش؟ الإشعاع المتصل ومتواصل زي العناصر المشعة، صح. الفيزياء التقليدية فشلت إيش؟ في تفسير، بس مش هذه أساس الكارثة، مش من هنا. بعض الأشياء المعجمة تكون مشاع الحرارة أو موجات حرارية غير مرئية. تقريبا هذا هو الجواب، لكن كيف ممكن نوضحه أكثر؟ طيب خلينا نبسط الآن. فالطيف الضوئي في السبيكترا، نقول طيف، طيف الضوئي أيها الإخوة، في لدينا الجزء الأيمن والجزء إيش الأيسر. في الجزء الأيمن ماذا يقبع؟ أي ضوء؟ الأحمر. في الجزء الأيسر البنفسجي، قبله الأزرق، وهكذا. طيب طبعا هذا طيف متصل ذنبه، ولحد الآن إيش الأمر منسجم مع الميكانيكا إيش التقليدية. طيب متصل يعني ما فيش فراغات بالألوان، ألوان متصلة كالتي ترونها في قوس إيه؟ قزح. طيب قوس الله، اسمه في الدين قوس الله. المهم قزح اسم شيطان في الحالة، لحنة الله عليه. طيب النبي قال سموه قوس إيه؟ قوس الله تبارك وتعالى. طيب طبعا حتى هذه حكاية قوس الله هذه لها علاقة أعتقد إيش، لذلك لابد أن نعيد النظر في هذا الحديث بطريقة دقيقة حتى في إسناده بالذات، وهل فيه يهودي، هل فيه من أسلم اليهود، لأنه هذا مذكور في التوراة بتعرفه، أنه الله بعد ما أهلك قال إيش الناس بالطوفان ندم، كيف أهلك العباد وكيف دمر الدنيا وإيش كذا، ليش هيك عمل، استغفر الله العظيم، كلام فارغ خرافات طبعا، خرافات مثل خرافات اليونان والبابليين والسومريين كذا. فبعدين قال إيش، طيب خلاص مش لن أعيدها مرة أخرى، لن أعيدها اليوم على فكرة، لليوم يعني قبل أشهر بسيطة جدا جدا في توفالو وغيرها، بخاف من الطوفان، بخاف إيش أن يزداد منسوبه، بالذات فعلا منسوب إيه ماء البحر، وصير طوفان مثل طوفان نوح عليه السلام، فيجوا الكهنة والقصص يقولوا لا ما تخافوش، ما تخافوش، في عنا عهد رباني إحنا في العهد القديم من الله، وكل ما بنشوف قوس قزح معناها مش إيش، مش حنهلك بطوفان، لأنه الله أعطى البشر إيه وعباده هذا إيه القوس كعلامة. إيش يعني كعلامة؟ إذن هو قوس الله يعني قال، قال الله أعطاك علامة أنه إيش بعد هيك لن أهلككم بطوفان آخر، لا انتهى خلاص، وهل علامة قوس كيف، إيش العلاقة العقلية بين هذا وبين هذا؟ فقط هي علاقة إيه؟ نقلية، أنه الله أخبرهم علامة هاي أنت سايف علامة وبس يعني نعم. وطبعا أشياء كثير زي هذه، هذا كلام هذا بهز ثقة الناس بالأديان والكتب المقدسة، افتراء على الله وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ليش يعني طوفان واحد مش هيكون له ثاني، كلام صحيح. المهم ما علينا طبعا الا ايش، اي يفترض كما يعتقد اكثر حتى المسلمين للاسف عن غير بين ودليل انه الطوفان عام، عم الارض، اهلك الحرث والناس جميعا، مش طوفان جزئي لا، وانما طوفان عام. وفي الحقيقه ما فيش عندنا اي غير قطع انه كان طوفانا عاما. انا كنت بحث في هذه المساله ويمكن عمري كان 15 سنه، ردنا على الاستاذ الشيوعي اراد ان يلعب بعقائد الشباب للاسف في المدرسه الثانويه بهذه النقطة بالذات، وفعلا أثبت علميا، مش هو طبعا، هو طلع ساق البحث من كتاب اسمه إيه، اسمه الرياضيات المسلية، وأنا كنت قاري كمان، هو طبعا دارمية في روسيا اتبهدل وانكشفت. المهم فبده يثبت يعني كاتب المقالة، مش هو سرقه، هو كاتبه قال هو يعني كعبقري أنه علميا يستحيل يكون فيه طوفان عم بالأرض كلها علميا، وصح صح علميا، وإحنا ما عندناش أي دليل أنه الطوفان عم إيه، عم الأرض كلها أبدا. وطبعا الأشياء البسيطة ما خلنا موضوع ثاني، ما علينا نرجع. فبالنسبة إيش للطيف، ولا إيش الطيف، هذا هي طيف متصل، ففي الجانب الأيمن الأحمر، الأحمر طول موجته طويل أو قصير، طويل، أطول الموجات هي الموجة إيه الحمراء، والبنفسجي على العكس الموجة قصيرة، لكن العلاقة الآن بين طول الموجة وتردد إيه ترددها أو تردادها عكسي، بمعنى انه هاللون الاحمر هذا صاحب اطول ايه مثلا موجه، نفترض في الطيف المري، في الطيف المري انتبهوا صح،
صاحب أطول موجة في الطيف المرئي، وصاحب ماذا إذا تكون أقصر؟ أخفض تردد، أخفض أقول أو أقل تردد، معناها الطاقة كبيرة ولا صغيرة؟ هنا صغيرة. والعكس صحيح، البنفسجي أقصر إيش؟ أمواج الطيف المرئي، وبالتالي أكثرها إيه وعليها إيش؟ ترددا أو تردادا، فريكونسي فريكونسي يعني فريكونسي، فبتكون الطاقة إيش؟ إذا كلما اتجه الضوء أن يكون أكثر بنفسجة أو بنفسجية، كلما إيش كانت إيش الطاقة أعلى، والعكس صحيح. دائما هذا لازم نستصحب معانا أنه العلاقة عكسية بين إيش طول الموجة، إيش هو الموجة؟ إيش طول الموجة؟ كيف نعرف طول الموجة؟ معروف المسافة بين قمتين ذروتين، أو المسافة بين إيش؟ وهي نفس المسافة بين إيش؟ قاعين. طيب الفريكونسي هذا إيش هو؟ تردد أو ترداد؟ عدد أيوه ذكره إيه؟ مش الموجة بس، أي شيء يتردد ويدور، عدد هذا التردد أو الدوران في الثانية يسمى إيش؟ فريكونسي. فهذا اسمه إيش؟ التردد. طيب هذا مفهوم إلى الآن، هذا مفهوم إلى الآن. نأتي الآن إلى موضوع الإشعاع. إحنا لاحظنا أن الأجسام لما تسخن تبدأ إيش؟ تشع، بتشع إيش؟ شيء حرارة وضوء، صح؟ ولذلك تسمى هذه الإشعاعات، مجموع هذه الإشعاعات يسمى في الفيزياء بماذا؟ بالإشعاعات الحرارية، مع أنه جزء منها إشعاعات ضوئية. هم كانوا بيعتبرون بالذات في منتصف القرن 19 من نفس الطبيعة، وفعلا في مشابه كبير جدا جدا بين هذا وهذا، بين هذا وهذا، فتسمى جميعا على سبيل التغليب بالأشعة الحرارية، مع أنه إيش شطر منها هو أشعة إيه ضوئية. الآن هل الأجسام تشع عند أي حرارة؟ المفروض منطقيا بحسب قوانين الميكانيك التقليدي أنه إذا اكتسبت أي طاقة حرارية أنها إيش تشع كمان، اكتسبت شيء بسيط بتشع شيء بسيط، شيء كثير شيء أكثر، صح ولا؟ بس هذا غير مشاهد، مظبوط ولا؟ يعني الآن أي شيء في الغرفة هذه بكتسب طاقة، صح؟ حتى من أنفاسنا من وجودنا طاقتنا الحرارية تطلع أجسامنا بكتسبها، لماذا لا يشع؟ لو سخننا هذا مثلا المعدن على النار بشع، لكن الآن هو لا يشع، لماذا؟ طيب الشغلة الثانية، حين يشع يتغير ماذا؟ الوهج، اللون يعني، صحيح؟ المفروض الآن كيف يتم حسب قوانين وضعوها، في قوانين ايش وضعت لهذا الشيء، منها واحد نمساوي او اثنين نمساويين، شتيفن وبولتسمان، قانون شتيفن ايه وبولتسمان مشهور، وفي انحراف اسمه انحراف فين، سموه ايه وين، اللي هو فين، عالم اسمه فين، اسمه فين. طيب بحسب ايش الميكانيكا التقليدية ايها الاخوه، لما نسخن ايش لازم يصير اللون؟ كيف في الاول ايش يكون؟ احمر في الاول، يكون احمر، صح؟ ليش؟ طيب لانه الاحمر اقل ايش؟ اقل طاقه، صح؟ كل موجه كبير لكن ايه تردد ضعيف في الاول هذا، بعدين يبدا ايش يمشي ايش الى جهه اليسار، صح؟ الى جهه اليسار. قبل ما نكمل النقطه هذه، في علم الفلك في حاجه بسموها ايش؟ الريد اور بلو شيفت، صح؟ الازاحه الحمراء او الزرقاء، الازاحه الحمراء او الزرقاء. طبعا هذه اليه اول من يعني رسخها واكتشفها إدوين هابل، عالم أستنوما مشهور جدا أمريكي وملاكم كان، المهم تحدثنا عنها في موضوع الكون، خلق الكون. بقول لك المجرة مثلا أو النجم البعيد هذا إذا كان يقترب منك، طبعا احنا كيف بدنا نعرفه؟ كيف بدنا نعرفه؟ كيف بدنا نعرف انه مقترب؟ تقدر تشوف عينك انت او بتسكنه مقترب بتاع؟ مستحيل، مسافات هائلة جدا جدا. انت الآن في السماء بتشوف نجمين إلى جانب بعضهما البعض، وقد يكون الفرق بينهما ايش؟ بلايين الكيلومترات، وانت تشوف بعضهم لانه بعاد، صح؟ فانت ما بتشوف التلسكوب انه بيقترب ولا بيبتعد، مستحيل. لكن بالتحليل ايش؟ الطيفي، بندخل الضوء هذا في المضياف، صحيح؟ اللي هو جهاز تحليل الطيف، وبنشوف بعدين ايش؟ وين بتكون الازاحه؟ نحو الاحمر ولا نحو ايش؟ الازرق، صح؟ طب اذا كانت نحو الاحمر ايش معناها؟ عشان نفهم بعد هيك ما ننساش هذا، مثل مبادئ اصبحت في العلم الان، بسيطة جدا، مبدأ بسيط، إذا فهمتها ما بتنساها، بدنا نشوف وين بكون، من أول وين بكون؟ يعتمد، أحسن، إذا كان نحو الأحمر يا إبراهيم إيش بيصير؟ بيقترب ولا يبتعد إذا كان نحو الأحمر؟ ليش أحسن؟ أحسنتم، يبتعد ليش؟ لأنه كل ما ابتعد إيش بيصير؟ الطاقة بتقل بالنسبة، صح؟ مثل شيء ساخن لو قربنا عليه كل ما نقرب
صح؟ تشعر عكس أنت كل ما ابتعد بضعف، هذا شيء طبيعي. فإذا هو إيش؟ كل ما يبتعد عنا بسقلها الطاقة الجاية من المريض. كويس. إذا بصير إيش؟ الأمواج أطول والترددات إيش؟ أقل. إذا لابد إيش؟ يروح لزاحة إيش في المطيرة نحو إيش الجهة؟ فهذا يسموه إيش؟ الريد شيفت في علم الفلك. والعكس صحيح. إذا شفنا أنه الضوء هذا ينزاح طيب ونحو إيش؟ الناحية الزرقاء أو البنفسجية يعني يسموها البلو شيفت، هذه معناها قاعد إيش؟ بيقترب منا هذا. شفت كيف عقلي يا أخي عقلي؟ هذا ذكر من بعرف الخطبة. شفت؟ أنت أكبر من الكون عشان تقدر تختبره، تخضع لك، تخضع مجرة هي مش قد الأرض، ممكن تكون قد مجرتك هذه 10 مرات 20 مرة. مجرتنا فيها 450 بليون نجم، الشمس نجم واحد منها، والشمس قد الأرض 1,300,000 مرة. شيء مخيف، وكل هذا بنخضع عقلنا وبنفهمه فعلا وبفهم دقيق، وبنقدر بعدين نسخره ولو نسبيا ونستخدمه. شيء عجيب، لأنه أصغر منك أقل منك، هذا كل هذا مسخر لك، وعقلك أكبر منه. تفكر صح ومنهجيا أنت، ولذلك تخضعه، وما في شيء يخضع البحث إلا هو أصغر منك. مبدأ هذا إذا كان أكبر منك يستحيل أن تخضعه. إيش لذلك أي النبي قال؟ تفكروا في مخلوقات الله، هذا خضعوها تقدروا، ولا تتفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا، مش هتقدروا، مستحيل. شيء أكبر منك، أكبر من عقلك، أكبر من كل شيء، لأنه يعني عقلك هذا في الأخير مؤسس إيش؟ ضمن إيش؟ ضمن هذا الكون، ضمن هذه الطبيعة، ضمن هذا الوجود، ومبرمج بطريقة معينة يتعامل معه صح وبتجاوزه، ما فيش مشكلة. لكن إنه إيش؟ المطلق نفسه لا إله إلا هو، يستحيل، ما تقدرش، يعني ما تحاولش تفكر. وكل التفكيرات اللي تمت تقريبا كانت تشبيهية، اللي حاولوا يتجاوزه ما يقنعوش، بدهمش ايه عقيده جمليه واضحه خلاص ليس كمثل شيء، لا بده يفهموا ويتكلم في المتشابهات. والنبي قال في حديث البخاري عن عائشه قال فاذا رايتم اولئكم الذين ايش يبتغون المتشابه فهم الذين ذكر الله فاحذرهم. ما بنشيه تتفلسف داخل المسائل هذه، انا مش حاسس على كلامك. استوى وما استواش وكيف استوى وباي معنى، يا اخي لا اريد استوى بمعنى الذي اراد، انتهى نقطه، انتهى، مش حابب اكثر من هيك، انا انتهى يا حبيبي. ايش يفيد الكلام هذا صح ولا؟ لكن لا، استوى حقيقة واللغة العربية ومش عارف ايش الكلام هذا بالمعنى الذي بعدين قال، استوى حقيقة بالمعنى الذي اراد، ايه تخلى في التناقض. شو حقيقة هذه؟ اي حقيقة؟ حقيقة الشيء تبع ايش؟ لادراكك له. اي حقيقة يا حبيبي؟ هل تفهم حقيقة تتعلق بالله؟ ما بتقدر، الزم حدك. فطبعا تصل في الاخير للتجسيم، تصير نفسك مجسم والعياذ بالله، مشبه. شيء خطير. مونتسكيو مرة قال كلمة لطيفة أذكرها الآن في روح القوانين، إيش قال؟ قال لو كان للمثلثات آلهة، إذا رأيك هذا، لو كان المثلثات آلهة لكانت آلهة مثلثة. يعني معناها أنه دائما هالمخلوقات بما فيها الإنسان بحاول ينزع صورته على من؟ على إلهه. لا، في الدين تبعنا بالذات قال لك إياك، هذا مصدق وغير صحيح، وهذا اللي خلى واحد زي مونتسكيو يسخر من الأديان والأفكار هذه. عنده الحق بصراحة. تجعل لي إيه الله صورة في الأخير منك، بس أكثر عظمة وأكثر امتدادا وعرضا وكذا كذا، كلام فارغ برضه، هذا مش إله، هذا إنسان مضخم، هذا إنسان إيه مضخم. حتى لو نطيل يا إخوان، إذا باختصار، باختصار بحسب الفيزياء أو الميكانيك التقليدي أيها الإخوة، لابد أن يتوهج الجسم عند تسخينه وفقا لما ذكرنا، كلما سخناه أكثر ينتقل من اليمين إلى إيه؟ إلى اليسار، يصبح أكثر بنفسجة الضوء توهج. لكن في الحقيقة نحن نرى مثلا في مصاهر الحديد أن هذا العمود أو القضيب الذي يحرك به لونه يكون إيه في معظم الحالات إيه؟ أحمر. ليش؟ المفروض بحسب قوانين طبعا شتيفن بولتزمان وانحراف فين ورايلي وجينز التي أشرنا إليها سابقا، بالعكس كلما زاد التسخين بعد ذلك يصبح إيه أكثر إيه بنفسجة، ثم فوق البنفسجي وهو غير إيه غير مرئي. لكن الملاحظات لا تعطي هذا، لا هذا لا يحدث، فلذلك سميت إيه بكارثة فوق إيه البنفسجي. المفروض إنه إيه يزداد 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 حتى إيش أيضا يتخطى إيش البنفسجي إلى ما فوق البنفسجي إلى ما فوق البنفسجي. طبعا نظريا اللود رايلي الإنجليزي افترض أن هذا يحدث أيها إيه الإخوة، نظريا قال هذا هو هذا الذي يحدث هذا الذي إيه يحدث، ولذلك هي إيش تتوهج بطريقة لا نراها، لكن نحن حتى تعود الثقاب حتى يعني مخروط احتراق السيجارة مثلا وهو حوالي 1150 أحيانا بيكون إيه 1150 درجة مئوية نرى يتوهج
تصور بلاو ايه يعني بلون مرئي صحيح وليس بشيء غير مرئي. فهذا شكل ايش؟ شكل مشكله كبيره جدا جدا. ظلت هذه القوانين الجامعه مثل قانون ايه رايلي وجينز صادقه كما قلنا ايش في منتصف الطيف فقط، غير هيك غير دقيقه لا هنا ولا هنا. هذا شكل ايش؟ ازمه حقيقيه الان. طيب اسال سؤال اخر حتى نختبر ايش مدى ايش استيعابنا ايه لما ذكر في الدرس السابق. مهم، يبدو ان المراجعه افادت هنا في ايضاح ايش هذه المعاني ان شاء الله. اولا، ما الفرق بين نموذج تومسون ونموذج راذرفورد التالي له الذري؟ هذا قدم نموذجين وهذا قدم نموذجين، ايش الفرق كما ادركتموه بشكل بسيط؟ تفضل. راذرفورد اخطا في مدار الالكترون على الاتوم، لا ما قالش يسقط، لا بالعكس، لا هو فشل راذرفورد مثله مثل تومسون في تقديم تبرير او تفسير لاستقرار الذره. في الحقيقه الالكترونات لا تسقط في النواه، لذلك هي مستقره الذره. هذا معنى استقرار الذره، معنى استقرار ايه الذرات ان الالكترونات ايش دائمه ايه دائمه التموقع في مواقعها. لو كانت تسقط لحدث الماده ايه انهيار جذري، ما يعرف بالانهيار ايش جرافيتال كولابس، انهيار جذري، ولتراصت الماده كلها في حجوم ضئيله جدا 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 سوا، ولاختفى هذا الكون كما نراه الان. لكن هذا لا يحدث. لكن الان راذرفورد فشل ان يقدم تبريرا معقولا لاستقرار الذره مع تسليمه بالمبادئ التقليديه ان الالكترونات في حركتها التسارعيه، بما انها في مسارات مغلقه، اذا لابد ان تتحرك ايه، وطبعا تحت اي ضغط قوه ايش النواة الجذبية هي الكهربية، لابد أن تتحرك حركة تسارعية، وبحسب طبعا قوانين الفيزياء الكلاسيكية لابد أن تشع في هذه الحالة إيش إشعاعات كهرومغناطيسية. لما لا تفقد إيه كل طاقتها وتقع كما يحدث مع التابع أو الساتلايت، يعني ساتليت القمر الصناعي الذي يدور إيش في مداره حول الأرض ويفقد طاقته بالسنين، حتى إذا فقد إيش إلى الدرجة الحرجة فإنه يسقط على إيش على الأرض ويقع. هذا لا يحدث مع الإلكترونات. لكن هذا ليس سؤالي، هذا بعدين هيجي. سؤالي، ما الفرق بين نموذج تومسون وبين نموذج راذرفورد؟ إيش الفرق يعني؟ إيش التعديل اللي أضافه راذرفورد على إيش على نموذج تومسون؟ نموذج تومسون إيش بقول؟ إيش بقول؟ بقول إنه الذرة إيش؟ لا، نموذج تومسون لم تذكر فيه النواة، كلمة نواة هذه جاءت مع راذرفورد، عاد هذه الإضافة. تومسون قال إيش؟ سحابة، مثل سحابة أو زي كرة مغلقة ما لها، صح، مثل فطيرة البودنج حشبناها، مثل فطيرة كعكة كعكة كيس ولا فطيرة بودنج صور، وفيها حبات زبيب. حبات الزبيب هذه هي ماذا؟ هي الإلكترونات. شحنة إيش؟ الشحنة التشارج يعني تاعت الفطيرة كلها السحابة هي إيش؟ موجبة. وشحنة هذه الإلكترونات حبات الزبيب هي إيش؟ سالبة تعادلها. هو قال هيك قال هيك. طيب بالنسبة لراذرفورد ايش قال؟ قال لا، قال في نواة وهي في مركز الذرة وصغيرة جدا، الذرة كلها أكبر منها بكثير فراغ الذرة. وهي كيف اكتشف؟ ذكرنا هذا، مين يقول لك كيف؟ سلط عليها أشعة. سلط أشعة ايش؟ وكيف؟ طيب كيف هو فهم هذا؟ احنا الحين لو جينا سلطنا ايش؟ على جسم معين أشعة، كيف حنكتشف انه في نواة ونبني نموذج جديد للذرة؟ كيف؟ يعني في الحقيقة قولت ذهب طبعا 80% صحيح الكلام، ما شاء الله 80%، لكن هنوضح أكثر. طبعا هو هي صفيحة رقاقة طبعا أو رقيقة من الذهب جولد، طبعا بسيطة جدا جدا جدا، واحد على 100,000 من السنتيمتر. مش تذكروها كتاب ذهب، واحد على 100,000 من السنتيمتر الرقيقة هذه الذهبية بتاعت راذرفورد. أيام راذرفورد من حسن الحظ اكتشفت جسيمات ألفا. الآن المهم، جسيمات ألفا بأي شحنة إيه مشحونة؟ إيجابيا، هي شحنات إيجابية. انتبهوا، هذا المهم طبعا، ما بعد كأنه ما وضحناش هذا الشيء، لكن هو واضح معروف لمن درس الفيزياء. شحنات إيه ألفا بارتيكلز إيجابية. فهو إيش من مدفع كانون يعني ألفا كانون سلط على إيه على هالرقافة الذهبية هذه إيش إلكترو إيش اسمه ألفا بارتيكلز جسيمات ألفا. لاحظوا أنها كلها على لوح الحساس بعد ذلك تترك إيش أثر، معناها إيش نفذت، سمح لها ايش بالنفاذ في الرسم على اللوح الفوتوغرافي الحساس هذا، عرف انها نفذت باحجام هائله باعداد هائله جدا جدا، من كل 20,000 بارتيكلز، من كل 20,000 دقيقه الفا في واحده ايش ارتدت بزاويه 45 درجه او اكثر.
لما هم شافوا وين هذا الارتداد حصل، لاحظ انه حصل ايش؟ في مكان بسيط جدا 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 في المنتصف. فادرك انه هذا المكان البسيط جدا في المنتصف ومشحون بشحنة ايش؟ موجبة. لانه موجب مع موجب تصير ايش؟ تنافس، صح؟ اها. لو كان مشحون بشحنة سالبة المفروض ايش؟ يمتص جسمات ايش؟ الموجبة. الموجبة ايه؟ الشحنة. هو لا، هو ردها مع انها موجب. فقال هنا في مكان تتركز فيه كتلة الذرة، انا حسمي قال النواة، تصور، وهو مشحون ايش؟ ايجابيا. اذا مش الكعكة كلها مشحونة كما قال ايش؟ تومسون ايجابيا. قال لا، شيء في المنتصف. يا اخي عبقرية، سبحان الله، سبحان اعطاه العقول هذه. انا اليوم انا بفكر وانا جاي في الطريق بقول هؤلاء الناس استهلكوا عقولهم في اشياء مثل هذه، وبور بعد ذلك، وهزن بير بعد الناس، وديفيد بوم، شيء عجيب. طبعا ابدعوا، هذا مش كلام تعرف علمي، هذا حين الصناعات كلها والقنابل واشياء وكذا والستلتات والديجيتال كله على الاشياء هذه. يا اخي طوروا الحياه، افادوا الناس، افادوا البشريه. بعدين قلت وين الجهد اللي بذلوه إيه بعض الكيانه في التحليلات اللغويه لبعض الاشياء والشعر والنثر؟ يعني كويس، هذا مطلوب في حقله، ولكن جهود كسول على فكره. يعني هذه جهود كسول جدا جدا جدا. من السهل تدرس كتابين في النحو، ثلاث كتب في البلاغه، وتبدا تحلل لي في النصوص. ايش هذا؟ المفروض لا، يعني عنده ذكاء وعنده قدره يستثمر عقله في اشياء مثل هذه. بصراحه المفروض نعلم اولادنا الكلام هذا. يصير عندنا فعلا في عندنا ايه في جيل الان من الفيزيائيين على الاقل النظريين. يا سيدي يقول ما عندناش امكانات، يا في فيزياء نظريه حبيبي، في فيزياء بدها خيال وبدها عبقريه. يعني اينشتاين لما مره ايه ذهب زوجته، اعتقد بعد وفاته، لا اذكر قراته زمان قبل حوالي 25 سنه، ذهبت الى ايه مرصد بلومار اللي كان فيه دون هابل، واول مره تشوف فيه تلسكوب شو عمله 2.5 متر اللينز السائل، انذهلت ايش الحادثه هذه، ايش الكو شو، وبقعد طبعا هم تعرف انت ايش في مقعد صغير جدا بتطلع شيء مخيف محمول طبعا ايه بونش. قالت ايش هذا؟ ايش بيسوي هذا؟ يعني بدرس الكون. زوجي يقال كان يدرس الكون. المرأة الغبية. قال يقال يعني. زوجي قالت سمعنا وبنعرف انه كان يدرس الكون. طيب ما كانش عنده ابد. كان يستخدم احيانا بتقول لهم الورق المزيت. زي ورق الفلافل كيف وكذا. ورق أربعية شيء. هاي العبقرية، العبقرية بدها شيء زي ما قلنا مرة احنا ايش؟ وهذا فعلا. الطالب الكسلان بتلاقيه بقعد عنده امتحان بعد شهر. بقعد ثلاث ساعات جاي ينظم في المكتبة كذا. ويرجع لي في الكتب. يقص في الأوراق ويجيب المسطرة كذا، مش هتنجح معروف. الطالب المجتهد فعلا مثل أينشتاين. في كتاب ديفيد برجمن في صورة خلبتني وأنا صغير لألبرت أينشتاين في مكتبي، شال مكتب المكعش، هذا مكعش بالكامل تكعيش فوق بعضه وهو كان مكعش، شعره مكعش، ملابسه مكعشة. مرة أجي على كامبريدج يعطي محاضرة عن النسبية، لقي نفسه إيجابي بصدرية ممزوقة ممزقة مثلها العفة وبابوج الحمام. أمريكا مش فاضل التزويق. نيتشي يقول في اعتقد في افول الاصنام، قال كل واحد مزوق اعلم ان اعلم انه لا عمق له. كل واحد بحاول يزوق دائما بالزوق حتى بكلامه. الحين لو شفت انه مزوق بالكلام كلام فارغ. وقد قرات وانا يا حبيبي الله هلكت يا حبيبي، حنعيد كلامك بالطريقه هذه، بده يحكي لك قصه ربع ساعه. تزويق، تزويق في كل شيء. أينشتاين ما كان من اهل التزويق، مستحيل. ابو النسبيه هذا رايحة صدري من مثقوبة وببوج الحمام على كامبريدج، شيء عجيب يتكلم عن النسبية من آخر الدنيا. فالمهم ما علينا. فبقول لو يعني تستهلك العقول تستثمر، مش تستهلك حقيقة، هي توظف تستثمر، بكون أجد كثير على أمتنا من أن تستهلك في الكلام وفي النظريات الفارغة واللي تنتهي في الأخير بالقتل وذبح الآخر وذبح النفس كمان للأسف. يعني ينقصهم الكثير. فعبقرية سبحان الله. تجربة أنت بعد ما تسمعها تقول والله بسيطة سهلة، لو عندك كان سويتها زي ما نقول دائما احنا، مش هذا الكلام، المهم تبتكر زيها. فاكتشف غير معناها في النواة، وهذا كلام صحيح. طبعا من ناحية عملية عانت ذرة رذرفورد أو نموذج الموديل تبع رذرفورد نفس المتاعب اللي عانها ايش؟ النموذج السابق. ما قدرش يقدم لنا ايش؟ تفسير مقنع ميكانيكيا كمان يعني تقليدي لاستقرار الذرة. انت بتقول لي ايش؟ انه الذرة هذه بتشع، وبالذات بحسب قوانينك الميكانيكية التقليدية، بما انه هالالكترون هذا بدور في مسار مغلق، اذا لابد ان ايش؟ يتحرك في حركة تسارعية، اذا لابد ان يشع، ما فيش معروف هذا. طيب اذا اشع لابد ان يفقد ايه؟ طاقته. فالان يثور في وجهك السؤال الذي ثار في وجهه نموذج تومسون، لما الذرة مستقرة؟ المفروض لا تستقر، المفروض هذا يفقد بسرعة على فكرة، في جزء من الثانية بيفقد طاقته الالكترون، مش يفكر بده سنوات.
ينتهي ويبتلع الى النواه وبصير عندنا انهيار جذبي، صح؟ بتلاقي ايه مزج زي هذا مش هتشوفه، مش هيبين بالمره. مره ذكرت انا في الخطبه ايه النبي عليه السلام قال قال انه الجبارون يحشرون يوم القيامه امثال اي الذر يطؤهم الناس من الهوان. يعني هذا شيء فعلا الهي، لا يمكن انسان يتخيل الشيء هذا. كيف نبي يوحى اليه يقول لك في بشر طواغيت هؤلاء المتعظمون يحشرون يوم القيامه امثال الذر، تخيل امثال الهباء. هتقول ايش كلام الفارغ هذا؟ كيف انسان يصبح مثل هباء والناس بتخبط عليه؟ ايش هذا؟ وحيحسوا وبعدين كيف صار يعني هباء؟ النبي يتحدث بشكل واضح عن ايه؟ عن انهيار جذبي. بصير انهيار جذبي. هل الذرات هذه معناها يعني فانتازة دينية؟ هل هالذرات اللي بتروح وهي بتسبح هل هذا تسبيحها؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الله بقول. ولأنه هذا كان كافر وملحد حتى جسمه في الأخير إيش يعني أكد حقيقته وتوجهه فخلص قال لك مش هنشتغل مش هنسبح لأنه كافر هذا فانهار. فالنبي كان يعرف الشيء هذا، الله يعرف، وما فيش واحد اعترض عليه، سلموا إيمانه. لكن الآن هذا يفهم فيزيائيا، يفهم كيف بصير هذا. ممكن الأرض كلها لو حصل لها انهيار جذبي في علماء قالوا تصبح مثل بيضة، بعضهم حسابات أخرى قال لك لا مثل حبة قمح، بعضهم يعني هذا أكثر إيه يعني تواضعا قال لك لا مثل ملعب استاديوم. الأرض كلها بصير مثل استاديوم، تخيل بسيط جدا هيك في فيينا. الأرض كلها على بعضها لو حصل لها انهيار جذبي، ومعروف البلاك هولز من القصص هذه، هذا انهيار جذبي والنجوم النيوترونية والكلام هذا، قصة طويلة عريضة. طيب فما قدرش ايه يعطينا ايه تفسير للايه للاستقرار، كيف هي مستقره وبتدور بتقول لي في مدارتها وبتشع، كيف مستقره ما اعرفش. الان دخل على خط مين؟ البرت اينشتاين. قبل نيلز بور اجى اينشتاين واضاف اضافه، قبل اينشتاين جاء مين؟ عاد بصراحه اللي من غيره كان لا يمكن يكون ايه لاينشتاين اسهام حقيقي هنا ولا لنيلز بور ولا لغيره، اللي هو ماكس بلانك اللي يعتبر الاب الشرعي المؤسس للعصر الكمومي اللي دشن بنظريته ودستوري البسيط جدا اكثر ما يتوخ الفيزيائيون والعلماء عموما في عالم الدساتير قوانين، يعني الى ماذا؟ الى القوانين المختصره السهله الجميله. يعني اجمل معادله رياضيه هي معادله اينشتاين، صح؟ ايه بتساوي ام ضرب اي سي مربع، جميل جدا بتلقاها في كل مكان في الاندر جراوندز موجوده دائما. ايه بتساوي ام ضرب اي سي مربع، هذه نظريه هائله مخيفه. دستور بلانك مثله على فكره، يعني لا يعني ينقص عنها ايه في الجمال والاختصار، ايه بتساوي اف ضرب اتش، حتى فيش مربع يعني ابسط هذا ايه بتساوي اتش اف او اف اتش، ما فيش مشكله. بعد الدستور هذا قدم خدمه غير طبيعيه الرجل. طبعا هو نفسه ما كانش يرضى عن نفسه، بالعكس كان غضبان وزعلان من هالتوصل اليه، لانه شيء غير معقول كانما ألهم هذا الشيء او كذا. لكن بعد جهد متصل حقيقه، هو 6 سنوات يدرس المساله، وفي اخر جمله اسابيع حوالي شهرين بدات الامور تتضح امامه. لكن كم سنه؟ في ناس بيقول هو درس شهرين، شو شهرين؟ 6 سنوات يدرس المساله هذه، هو هالازمه بتاعت ايه الميكانيكا التقليديه 6 سنوات متصله، لكن في اخر شهرين بذل جهود جبار جدا ليل نهار الرجل، وحس بحماس وحميه حميه هيك مثل حميه السكران في العمل، وفعلا بعدين انفتحت امامه طاقه مثل ما كان يقول شرودنجر، يقول انا اشعر ان المعادلات تتراخص في ذهني. اينشتاين مره قال اشعر بريشه من عالم الغيب تخط هذه الاشياء على ذهني. في شغله الهيه هنا يعني. طبعا هو في الاخير كل اعضاءات الهيه، صح؟ مستحيل. انت احيانا بالعقل جد تقول غريب كيف انسان يصل لهذا الشيء. انا لو بقرب برجل يعني كيف هو متوصل اصلا ايه لهذه الافتراضات، هذه عبقريه غير طبيعيه خارقه للمعتاد فعلا. الواحد فينا بقعد بشوف كل يوم ولا بخطر على باله ايش الضوء هذا، بتموج ما بتموج، خذوه خذوه انتهى، ولا بتسائل اصلا هو شو الدنيا منيره وخا، مع انه هو البساطه تبدا ايها الاخوه على فكره اعتقد دي بروين نفسه عنده كتاب عن بساطه العلم كتاب كامل، وعنده كتاب عن اكتشافات وعلماء. لو الانسان فكر بالعقل البسيط بلاحظ، طيب والشمس موجوده مشرق علينا يعني فاهم في هناك ضياء بهار نهار، لما تبدأ تغيب الشمس يبدأ إيه الجو يختلف، صحيح؟ إذن هي ترسل شيئا، إذا المسألة مش هيك وبس، في شيء يرسل، صح؟ من هين تبدأ القضية؟ إذن في شيء يرسل، في شيء بيجيك هو، صح؟ أنت مش شايفه، بتشوف بي، وهذا موجود بتشوف الأشياء. إذا راح الشيء هذا تختفي الأشياء. إذا في شيء يرسل من الشمس، هنا يبدأ يثور السؤال، هالشيء اللي يرسل هذا كيف؟ إيش هو هذا؟ وفعلا عندنا احتمالين تقريبا لا ثالث لهما،
يبكون دقائق بسيطة جدا جدا غير مرئية، يبكون إيش؟ أمواج، صح ولا لا؟ هنا بدأوا، من هنا بدأوا يفكرون معاد الإنسان عادة لا بتسألش، لأنه بلاحظ هو أنه فعلا في شيء يرسل وفي شيء يختفي. هو مفترض بطريقة غير إيه؟ غير علية، أنه الشمس ظاهرة الدنيا تكون مضاءة، مضاءة هيك بوجود الشمس، مش بوجود الشمس بذاته، لا، بشيء يستتبعه، يستتبعه وجود الشمس. هيك لازم تفكر خطوة خطوة، تحلل العقل التحليلي اسمه، إذا ما حللتش مش هتفهم، هتفهم الأمور كما هي. فطيب، فماكس بلانك الآن مين يقول لي إيش الإسهام الحقيقي اللي قدمه حسب ما شرحنا المرة هذيك؟ مراجعة برضو، إيش قال ماكس بلانك؟ إيش الشيء الجديد اللي قاله الرجل هذا؟ نقطة الخطأ اللي أدركها في الفيزياء التقريرية إيش كانت؟ مبدأ الاستمرارية، صح؟ قلنا على فكرة عشان نكون دقيقين حتى فلسفيا، الفيزياء التقريرية تؤمن بالانفصال، صح ولا لا؟ من أيام الإغريق تؤمن، تقول لا إنه في انفصال، بما إنه في ليميتس، في حدود، صح ولا لا؟ إذن في انفصال، كل شيء محدد، إذن في انفصال، ولكن فيما يتعلق إيش؟ بالمادة كما نراها، كانت عن معها، بما يتعلق بالطاقة، الضوء، الحرارة، أي شيء، لا، في إيش؟ في اتصال، فما نحسش إنه في إيش؟ انفصال وتقطع، لا، في إيش؟ اتصل، في سلاسة. وقلنا المشاهدات البسيطة لرجل الحياة العادية اللي ما بسموه يعني أو لي ديمان، المهم لي لايف مان، الإنسان عادي يعني اللي زينا، بتأكد إنه إيش؟ إنه فعلًا في سلاسة وفي اتصال. فإحنا بنشوف مثلًا هذا المصباح أو الشمعة أو الشمس طوم الطمة تطفئ طوم الطمة، صح؟ أبدًا لاش سلاسة. ولعوا الثقة بتشوفوا إيش؟ بيشتعل بسلاسة وبطفئ بسلاسة، صح؟ زي ما قلنا مثلاً أي شيء منزلق عن منحدر ينزلق برضو إيش؟ سلاسة، مش بنتع تك تك بنزل، لا بنزل حتى إيش؟ يهو إلى مهواه الأخير، سلاسة برضو شاحنة نازل عن الطريق، ما بتنزل هيك إلا إذا كان إيش البنزين بقطع، لكن بدل في طاقة مستمرة وحرق البنزين تنزل بسلاسة، كل شيء سلس. فهذا كان الخطأ، ماكس بلانك قال هنا الخطأ. طبعا عبقرية هذا الرجل أدرك ما لم يدركه أحد من قبله، لأنه أدرك شيئا صغيرا جدا جدا جدا. كيف أقول لهم هذا الشيء؟ هذا فعلا هو لم يشتق هذا الشيء من نظرية قائمة، لذلك كان في عنده خيال منهجي، هو أدرك وعرف يعني ما فيش، افترض هيك، صور بعد شغل رياضي أنه في كم بسيط للطاقة، هو الأساس اسمه إيش؟ اسمه الكم، الرزمة أو الوجبة، كوانتم. قال هذا كم؟ وهذا الكم محكوم بإيش؟ بشغلتين، محكوم بالتردد ومحكوم بثابتة أو بثابت كونستانت، سموه ثابت الكم اللي هو ثابت بلانك أو ثابت الفعل. هذا الكم صغير جدا 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 بحيث أن يقوم عذر لكل من لم يدركه من قبل. كيف يدركه يا أخي؟ شيء بسيط جدا جدا لا يكاد يدرك، مستحيل. اللي بيساوي قد إيش قلنا؟ 6.6 طبعا في أشياء كذا ضرب 10 مرفوعة للأس السالب 27 ماكس 27 يعني 6.6 على إيه؟ على مليار 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 شارخ. شيء بسيط جدا 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 مستحيل، كيف حندركه هذا؟ بس هذا العبقري الرهيب أدركه الرجل، وكان غضبان من نفسه كيف أدركه، إيش الفكرة يعني مش مقنع، والعلماء ما تحمسوش لها بالمرة يعني. فقال لك هالشيء هذا لسه بعدين حيسمى هل كنتم هذا الكم هذا البسيط جدا من الطاقة، مين حيسميه يعطيه اسم في الأخير؟ ألبرت أينشتاين، أو الذين حتى تلوه يقال أينشتاين مش هو، المهم سموه في الأخير فوتون، فيما يختص بالضوء سموه الفوتون. هذا طاقته قديش بتساوي؟ تساوي التردد ضرب ثابت في بلانك، فشيء بسيط. من هنا بدأت فإذا بلانك قال لك لا، المسألة مش مسألة اتصال، مسألة انفصال. معناها الجسم هذا المشع حين يمتص الطاقة الحرارية لما نسخنه هنا وبتوهج وبشع بعدين ضوءا وحرارة، يمتصها بشكل إيش؟ منفصل، جرعات، دوزز، جرعة جرعة جرعة، وبعدين يطلقها برضو بشكل إيش؟ مين حضر ذا جرين مايل؟ فيلم جرين مايل شفتوا هذا؟ توم هانكس هذا شفت كيف؟ كانوا حاطين فكرة كم بيمتص الأشياء بشكل إيش؟ حبيبات، كان كوانتم صغير جدا جدا جدا، وطلعها برضو بشكل إيش؟ بشكل حبيبات صغيرة جدا جدا جدا، مش بشكل تيار سلس، لا، بشكل حبيبات. في الفيلم كأنهم متأثرين بالفكرة هذه. المهم طاقة روحية قال، عاملينها بالمبدأ الكمومي في الفيلم، فيلم جميل ويقال حقيقة، هو قالوا إن حقيقة حصل يعني.
المهم فقال لك تم ضخ بشكل ايش؟ جرعات رزم غير متوقع طبعا، وبتعطيها بشكل ايه؟ بشكل رزم. الان الشيء الجديد حقا انه هذا ربط طاقة هذا الشيء اللي لسه هو شبه مجهول الان، ربطه ايه؟ بالتردد. هذا لاول مرة يحصل، ما كان هذا ايش حاصل قبل هيك، ولا كان ايه موجود في الايه؟ في الفيزياء التقليدية. لاول مرة يربطه ايه؟ بالتردد. تردد موجة ايش؟ هل جسيم هذا او الكم مثلا، بالتردد لاول مرة. هذا وهذا ايه؟ شكل اضافة حقيقية، شكل اضافة ايه؟ سوف نرى اثرها بعد ذلك عاد مع بور بالذات ومع ايه؟ اينشتاين من قبل. هتغير افكار كثيرة جدا جدا. هتغير ايه؟ افكارا كثيرة. الان اضاف هذا الرجل ايضا اضافة جديدة، قال لك اللي بصير ايش؟ ما دام قلنا احنا الاي الانرجي تاعت هذا الجسم الصغير بتساوي ثابت بلانك الاتش هذه الهاي يعني ضرب الاف فريكونسي، قال لك ايش ضرب اف هذا؟ دائما هذا ايش؟ كم صحيح، لا يوجد له ولا منه كسور، ما فيش نص اتش اف، ربع اتش اف، ثمن، ما فيش الكلام هذا، في عندنا دائما ايش؟ اتش اف. اها زي ايش؟ شبهها ايه؟ وولف اتون، هذا عالم كبير من علماء الفيزياء ايضا له اسهام في الكم. قال مثل ايش؟ مثل قضيب قصب السكر، عموما تشوف انت ايش مقسم ايش الى قطع متساويه، ما فيش نص قطعه، هي قطع متساويه، ممكن احيانا تكون طويله لكن برضو متساويه طولا، ممكن تكون قصيره متساويه ايش قصرا. ففي عندنا اتش اف هذه قصيره وفي عندنا اتش اف طويله. انتبهوا الان الاتش اف ما يذهبش ايه يدهم كل الامواج، لا هنا الطاقه بحدث عن الطاقه. اذا عندنا اتش اف هذا طاقه، يعني طاقه هل هالجسيم هذا اللي هو الفوتون او اذا اتش اف كبيره هاي معناها طويله، يعني تخيل تقريبا بتكون الطاقه عاليه ولا قليله؟ كبيره، طاقه كبيره طبعا، طاقه كبيره. قال لك هو اذا كان هالقطع هذه اتش اف يعني او الرزم هذه كبيره بكون عددها ايش؟ قليلا. انتبهوا بدينا نخش على خط ايش؟ كان فوق البنفسجي ونفهم ليش نشأت هذه الكارثه. قال لك كلما كانت ايه كبيرة طاقة اعلى، يعني باختصار تردد اعلى يساوي طاقة ايش؟ طاقة اعلى. كويس، فكلما كانت كبيرة بكون عددها ايش؟ قليلا. وهذا هو السر، انه هذه الاشياء غير مرئية الا ما بنشوفهاش. فاحنا بنشوف مثلا ايش؟ الفوق البنفسجي بنشوفوش لانه اقوى، صح؟ معناها القطع هذه ايش تعتبر ايش؟ كبيرة، معناها الطاقة فيها اكثر لكن عددها ايش؟ اقل، عددها اقل فلا ترى. والعكس صحيح، كلما كانت قطع ايه قصب سكر ايش الطاقه هذه الاتش اف هذه صغيره تكون الطاقه ايش طبعا اصغر، لكن يكون عددها ايش اكبر وبالتالي يمكن ايش رؤيتها. بدينا نخش ونفهم سر الكارثه ليش نشات، ليش ايه نشات. طيب الان ندخل بعد هذا الاضاءه على البرت اينشتاين. البرت اينشتاين كما المحنا واشرنا اخذ جائزه نوبل ليس على النسبية وإنما على إيش؟ على إسهامه في نظرية التأثير الكهرو أو الفوتوضوئي أو الكهروضوئي. طبعا الترجمة الصحيحة أدق لغة لغة عربية كهروضوئي، ولا نقول فوتوضوئي يعني كهرو في لا في الأجكتيف بتعكس أنت صح ولا في الإنجليزي العربي بتعكس في ناس ترجموها زي ما هي يعني فوتو إلكتريك قال لك إيه فوتو كهربائي لا كهروضوئي هو الأصح، سمى التأثير الكهروضوئي. عارفين قصتك إيه تأثير كهروضوئي؟ من يقول لي أين بدأت القصة وكيف وإيش أينشتاين اللي قدم يعني في المسألة حتى أخذ جائزة نوبل على الإسهام هذا؟ إيش هي قصة التأثير الكهروضوئي أو المفعول الكهروضوئي بسموه أو التحول الكهروضوئي فوتو إلكتريك إفكت؟ إيش هي؟ ولا بدأت مع عالم روسي إحنا صح؟ صفحتين معدنيتين لكن مش متصلات بالكامل صح؟ اتصلت بحبل هني ومن جهة ايش غير متصلات، معناها دائرة ايش يعني غير كاملة منفصل. طيب وبعدين عند درجة معينة سلط ايش هو الحيني؟ ضوء صح؟ المصباح زئبق ايش اللي صار؟ طبعا مربوطات هذول الصفحتين بهالحلقة هذه بايش؟ بمصباح بلمبة. لما سلط الضوء ايش صار؟ عند شدة معينة اضاءت اللمبة. استغرب ايش استنبط الرجل؟ وبشكل صحيح استنبط انه ايش؟ انه الضوء هذا حرر او اطلق او بعث جسيمات، لا ما كانش الكترونات، بعدين سموه الالكترونات،
جسيمات معينة هي اللي قامت بعملية إيش؟ الوصل، أغلقت الدائرة. بعدين عرفون هذا اسم إيه؟ الإلكترونات ذات الشحنة، إيه طبعا إنه تأتي الكهرباء يعني. طيب جميل، هذا لحد الآن شيء مفهوم، لكن وين المشكلة في التجربة هذه كانت أبو محمد؟ نكمل وين؟ طيب سلط الضوء أطلق شيء، حتى هذا بصير في الحياة اليومية. أي قطعة مثلا أنت بتحطها على النار، قطعة مثلا فيليه، تحت تأثير النار بتطلع منها إيش؟ قطرات أو شذرات، تطشطش في وجهك، المرة بتخاف تطشطش هذه صح؟ يعني هذا بسيط. طيب ممكن طاقة؟ لا، عدم التزلق عن طول موجة معينة. أحسن، المفروض بحسب إيه؟ الفهم التقليدي إنه بعدين لو سلطنا أي ضوء بأي طول موجة آخر إنه برضو يصير إيش؟ تحرير الإلكترونات، ولكن إيش؟ يعتمد على إيش؟ على تردد إيش؟ هالضوء هذا. إذا كان التردد عالياً بصير التحرير إيش؟ كثيراً. إذا كان التردد إيش؟ منخفضاً بصير. وكمان لازم ندخل الشدة، إذا سلطنا بشدة أكثر يكون إيش؟ انبعاث أكثر. بشدة أقل الشدة غير التردد على فكرة. أنت ممكن مثلاً تحط إيه؟ ضوء أحمر كويس؟ طول موجة عالي وتردد قليل وتعمل كمية كبيرة intensity، الشدة شيء كمية الصاغط من هذا الشيء مثلا المسقط على إيش؟ على وحدة المساحة في ثانية. هل تعرف في الفيزياء؟ فأنت ممكن إيش تعمل شدة كبيرة، المفروض حسب الفهم التقليدي إنه يكون انبعاث أكبر صح؟ فلازم ندخل إيش؟ عنصران يعني في المسألة، موضوع الشدة وموضوع إيش؟ الانبعاث الدائم مع كل الأطوال الموجية. لا ما حصلش هذا، اللي حصل كان مدهش وملوش تفسير بالمرة فعلا، محير. هذا برضو شكل أزمة للفيزياء التقليدية، إنه إيش؟ إنه عند طول موجي محدد تم الانبعاث. إذا جبنا إيه؟ طول موجي إيش؟ أقل منه يختلف، لا يحدث أي شيء. يعني معناها تقف الإلكترونات أي موقف إيه إلا مبالغ، ولا ذهما. مهما زدنا شدة إيش؟ شدة هذا المسقط. زيد ما يفيش فايدة. قد ما بدك زيد، الشدة انتبهها، لكن نفس التوتر ونفس الطول موجي، مش حينفع قلنا. تاخذ موقف له ولا مش حيشعل المصباح، ما فهموش ليش، كان محير جدا غير مفهوم، وهذا شكل ازمه للميكانيك التقليدي. ما قدرش يفهم، ما قدرش يقدم اي تفسير. البرت اينشتاين فعلا عبقري مع الرجل، قدم تفسيرا، لكن الفضل كان لمين في الاول بصراحه؟ لابلانك، اللي تكلم عن ايش؟ عن الاي بتساوي اتش اف. هذا كان مهم، استفاد منه اينشتاين كثير، واستفاد منه فيما بعد نيلز بور كما سنشرح اليوم. فاينشتاين بدا يفكر برضو انطلق من افتراض جديد عبقري، قال بيقولوا الضوء موجات، وانا قال مع الادله اينشتاين الجسيمي موج، قال انا صح، رغم ان الضوء موجات في ادله قويه على ذلك. طيب لكن يبدو هالموجات هذه بتتصرف تصرف غريب كانها بتتضاغط بحيث في الاخير ايه بتصير ايش؟ كجسيم صغير جدا جدا بطاقه محدده. هذا الجسيم دائما بالطاقه المحدده ممكن ايش لو ضرب ايه فالالكترون هذا ينتزعه من مكانه، يطلقه ويبعثه، تصور؟ اذا الطاقه اختلفت ما يقدرش، كانه يعني مناسب له تماما. لا بس هذا اينشتاين حان دخلتها اي فورطه جديده، بتقول لي انت ايه موجه والان تتعامل معها كانه جسم. قال لك هذا الحاصل. طبعا هذا الاخ ذكره لدوالتي هذه طبيعه دوالتي النيتشر طبيعه المزدوجه للضوء، وهذا سوف يثبت وحيصبح من مسلماتي العصر الكمومي فعلا في ازدواج، وحنشوفها بتجارب، في تجربة لطيفة جدا جدا حنشرحها المرة الجاية وحنذكرها عندها ثلاث مراحل جميل جدا، اسمها توسلت اكسبيرمنت، تجربة الشق ايش المضاعف او الشق يعني تجربة الشقين، جميل جدا تثبت لك بشكل واضح وقديش تجربة بسيطة وقديش عبقرية، انه فعلا الضوء ماذا؟ موجي وجسيمي، ما فيش فايدة هو هيك، شئت ام ابيت، الضوء يسلك امامك حتشوفه بالتجربة، يسلك كموجات وبرجع في ظروف معينة إذا تدخلت أنت يسلك ماذا؟ كجسيمات. الله، أينشتاين بعبقريته المذهلة جدا فهم هذا الشيء، قال لك الضوء عنده طبيعة مزدوجة، هو موجات ويسلك أحيانا مش في نفس الوقت، لا مرة على هواء مزدوج يسلك إيش؟ كجسيمات، مرة أخرى يفضل يسلك إيش؟ كموجات، وأنت عليك أن تفهم تتعامل معاه بحسب إيه الطبيعة الرواغة طبيعة سحرية مثل غبار البصفورة اللي بتغير إيش؟ مواقع جيرها كله لحظة، هذا زيك. طيب فاينشتاين قال بالطريقة هذه أنا بقدر أفهم الحصل هذا ليش بالطريقة هذه. بعدين فكر للأمام، قال لك إيش طاقة الجسيم الصغير هذا اللي بقدر ينتزع الإلكترون، ليش ما تكون شيء يتحدث عنها بلانك ليش ما تكون شيء
وفعلا اثبت ان هي اللي هي بتساوي ايش؟ اتش ضرب اف. قال هي هذه. وسمي بعد ذلك ايش؟ سمي ذلك ايش؟ بالايه؟ بالفوتون. الكم هذا من الطاقة الضئيل جدا 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 سمي ايش؟ بالفوتون. وأينشتاين على التفسير هذا نجح ايه؟ في اخذه. ذكرنا اشياء اخرى تجربة هذه او سانشتاين في المرة الاخرى لكن كان واضحا. ناتي الان للامام ايه؟ الى نيلز بور اللي وعدنا ايش نقدم ايش شيئا اكثر تفصيلا واكثر وضوحا عن اسهامه في هذه الحلقة. الان اعتقد تقريبا كل ما جرحناه المرة السابقة اصبح واضحا تماما الان. فهمنا بالضبط اسس هذه الازمة او المشكلة. نيلز بور طبعا اخذ جائزة اخذ الدكتوراه عفوا في كوبنهاجن وبعدين ايش احب انه التحق ايش بمخابر الانجليز هم اكثر تقدما في هذه الحقول فالتحق بتومسون كافندش التحق بتومسون في معهد كافندش او مختبر ايه كافندش تومسون ما كانش مرتاح له لانه تومسون كبير في السن شيء قديم وهذا شاب صغير 26 سنه وجريء على فكره ذكي جدا جدا وعبقري رجل تحكي عنه قصه وقال كان اصغر من ذلك في الثانويه طرح مره الاستاذ السؤال في الرياضيات قال له بكم بدك يعني بكم طريقه احل لك اياها راح فيش قال لك في دقائق معدوده حله باكثر من طريقه وطرق مختلفه وكلها جابت الجواب الصحيح فظن ايش الانسان هذا عقليه رياضيه غير طبيعيه اخوه زيه كمان في الرياضيات ابنه طلع زيه في وراثه جينات قدره تجريديه عنده وتحليليه هائله جدا فتومسون ما ارتاحلوش وخاصه انه ايش وجه النقد لنموذج تومسون قال له في حساباتك الرياضيه في خطا وهو هذا تومسون قال له احسن شيء انت تروح ايش عند راذرفورد وجماعته كويسين وشباب وكذا حترتاح معهم اكثر توكل على الله فقال روح عند راذرفورد راذرفورد كان اكثر تواضعا واكثر ايه يعني قربا من نيلز بور حتى في السن اكبر منه لكن اقرب من تومسون اختيار هذا استاذ الجميع كان طيب كان يعمل راذرفورد على النموذج تبعه هو النموذج مؤسس على ايش على بدايه بسيطه جدا اللي هي الذره ذره الهيدروجين اللي هي ابسط واخف الذرات نواه وحولها الكترون سالب واحد بدور قال اذا نجحنا نعمل موديل مفهوم ومنطق وعلمي إلها حينئذ نستطيع إيش أن نجر إلى هذا الموديل سواء جميع الذرات الأخرى بحيث تصبح قابلة إيه للفهم والتفسير بدنا إيش النموذج طيب إيش المشكلة بور فهم قال لك المشكلة الآن أنه راذرفورد هذا اللي هو صاحب أستاذي ما قدرش يقدم تبريرا لاستقرار إيش الذرة في نفس الوقت هو طبعا يسلم بأن الإلكترونات لابد أن تشع إيش في حركات تسارعية في المسارات المغلقة إشعاعات كهرومغناطيسية إذا لابد أن تنهار وهي بتنهارش ليش من هنا بدأ نيلز بور ليش زي ما قلنا برضو نيلز بور انطلق من مسلم أبستوليت مسلم طبعا نفس الشيء مثل مشكلته مثل مشكلة بلانك ما أسس على شيء قديم واشتق منه وهذه مشكلة خلف العلماء يقفوا موقفا إيش يعني غير متحمس لهذا الإنجاز وطبعا نفس الشيء هو الحين نقدر نقول انه ثالث عالم نظري صار اول واحد ماكس بلانك وبعدين البرت اينشتاين وبعدين جاء مين جاء نيلز بور نظري وهذه بدعه جديده في الفيزياء خففنا من ورق ايه ورق ايش الصنعه الفيزيائيه اللي هي لابد من لابور والمخبر وتجيب لي ايه نموذج تجريبي لا شغلات نظريه كلها تنطلق من فرضيات غير مبرره مسلمات بسموها هي هيك وجرب بتلاقي انت احيانا كثيره جدا انه هذه قادره على ان تتوائم معها التجربه والملاحظات اكثر ايه من النموذج القابل هذا اللي عندي تفضل عندك احسن منه قدم لكن في خلل منهجي وطبعا لحد الان لا اسهام اينشتاين في الالكترو فوتو الكترو هذا افكت ولا اسهام ماكس بلانك ولا حتى نيلز بور واحد منهم قدم نظريه متكامله لتفسير كل ما يتعلق بالضوء والاشعاع الحراري لا ولا واحد كل واحد قدم في ناحيه بدات المسائل تتكامل بعدين لكن كلهم قدموا ايش اسهامات على الطريق ولا واحد قدم ايه بناء نظريا متكاملا لا ما نجحوش في الشيء هذا طيب فنيلز بور قال لك ايه انا اللي بشوف ومستصحى معي ايش قصه بلانك هذه وثابت بلانك انه الالكترونات هذه مش شرط ان تشع هالموجات الكهرباء المغناطيسيه او تطلقها بشكل متواصل اي واحد ليه مش شرط اثنين مش شرط انها ايش وهي بتلف مداراتها ان تشع مش شرط هذا طبعا هي خرق لايش لمحرمات بل لثوابت ايش الفيزياء الكلاسيكيه كيف هذا الشرط هذا الشرط هيك هذا الاشياء اللي يمكن يتعديها قال لك لا انا بالنسبه لي لا مش شرط ممكن يلف وما يطلقش اي شيء
ولما يطلق مش شرط أن يطلق بشكل إيش متصل، يطلق بشكل إيه متقطع. ليه؟ من وين جت فكرة التقطع هذه؟ من أيام بلانك وأينشتاين، في ظاهر التحول أو التأثير إيه الكهروضوي. فهذول ساعدونه كثير على بناء إيش أو تحسين إيه النموذج الموجود. مع أنه يا أخوان النموذج الموجود لحد الآن ينتمي إلى العالم التقليدي، صح؟ أول شيء هو نموذج كوكبي، تصور تأثر إيش كوكبية نيوتن في هذا إيه كذا. وبعدين في إيش في أفكار ميكانيكية، أفكار ميكانيكية تعتمد على إيش السبب والمسبب، صح ولا لا؟ في وفي أجزاء الآن حيدخلها بور لا تعتمد على إيش على الميكانيكية، فصار نموذج خليط، صار نموذج إيه خليط، وينتهي في الأخير بتلفيقه، نوع من التلفيق نسميه هو مبدأ التناظر، correspondence a principle، مبدأ التناظر أو مبدأ التراسل، أو ترجمة تراسل، مبدأ التراسل أو مبدأ التطابق، إنه بدنا نفسر الظاهرة تفسيرا مزدوجا، أجزاء من الظاهرة بالميكانيكا التقليدية وأجزاء أخرى بالميكانيكا إيش الكمومية، هذه الزوجية في التفسير. قال لك هذا الطلب جديد لحد الآن، هذا شكل ضعفا أيضا في سمي نيلز بور. لا لكن عموما كما قلت في الحلقة السابقة الإزدواجية في التفسير في عالم العلم إلى حد بعيد مقبولة، حصلت مش أول مرة على الفكرة حصلت، لكن عند نيلز بور بشكل واضح جدا جدا، وسماها مبدأ التطابق هو correspondence principle، شيء جديد يعني هذا بالنسبة لهم كان. طيب إيش قال بورات؟ قال أول شيء بدي أشوف إيش المدارات هذه، وهي مدارات كثيرة جدا جدا، مدارات الإلكترونات حول إيش النواة كثيرة جدا جدا، لكن قال هناك مدارات متاحة لازم إيه تتموضع فيها الإلكترونات مش في أي موضع بدها إياه. طبعا كيف توصل لهذا، كيف حسبها، كيف عرف إيه كذا، مسألة معقدة إلها علاقة إيش إلها علاقة بالعزم الزاوي، بالعزم الزاوي قصة طويلة بدناش نطول بشرحها، مش مشروحة ومذكورة ومش هي الأساس الآن. الشيء الثاني أيها الأخوة أثبت أنه كلما ابتعد المدار عن إيش عن النواة كلما كانت إيه طاقة الإلكترون الدوار إيش أعلى، لا أعلى. طبعا أنت تخربط عارف ليش، لأنك هتقول لي هو هاي مشكلة، هذه مشكلة الحفرة أيوة الكرة. طبعا كلامك صحيح أنت، بس مش هو مكان الشيك الوضع، هتقول لي إيه لما يكون أقرب هو تصير قوة الجذب إيش له، فلازم يكون عنده طاقة أكبر فيلف أسرع، صح وبيلف أسرع لكن طاقة الكلية كل ما يكون أبعد بتكون إيش أكبر عند نزبور. عجيب كيف هذه، شبهناها قربناها بمسألة الكرة إيش الموضوع في حفرة داخل الأرض والكرة الموضوعة إيش في حفرة على سطح الأرض، وبتحسب أنت الطاقة الكلية كينيتيك إنيرجي والطاقة إيش بوتينشال إنيرجي، تصور فعموما حتى لو أنت ابتدأت بحساب طاقة الوضع من داخل الحفرة هتكون صفر طبعا بوتينشال إنيرجي للكرة اللي داخل الحفرة هتكون إيه صفر. الآن حفرة شيء النواة عشان ما تتخربطوش، الحفرة تشبيهنا هذا هي النواة، الآن حتكون طاقة الوضع للحفرة الكرة اللي خارج عصا هتكون إيش أكبر إيش أكبر من صفر، صح ولا لا؟ هذا هو. فمعناها الأبعد في المدارات الأبعد الطاقة الكلية إيش أكبر، في المدارات الأقرب الطاقة الكلية إيش أصغر. ولذلك الإلكترون حسب بور نموذج بورة البوروي تسميه نموذج البوروي هو نموذج كوكبي أو زحلي، بشبه زحل وحلقاته أو بالشمس إيه وكوكبي بسموه نموذج الزحلي أو نموذج الكوكبي. الله محمد الإلكترون البدور إيش في أقرب مدار إيه النواة، هذا ليس عنده ما يفقده، ليس عنده ما يفقده، واضح؟ اللي أبعد منه بكون إيش بكون أكثر طاقة، بكون أكثر إيه طاقة. طيب لسه هذه البداية، هذه إيه البداية، لكن يا أبو فسر لنا، يتم إشعاع أحيانا صح بطلع ضوء عند التسخين، كيف كيف تقول له هذا هو بلف ما بطلعش، أنت خلفت الفيزياء التقليدية. طيب وقتش بطلع؟ قال لك بطلع هو لما يكتسب طاقة، تعطيه طاقة أنت هو بخيل، تعطيه مش بخيل يعني أو عادل، لتعطيه بفقده. كيف بفقده؟ الآن الإلكترون في مدار قريب من النواة مثلا أو في أي مدار شئت يعني اكتسب طاقة، يصبح في حالة بسموها حالة إيش هيجان، مثل الإنسان فينا لما عنده طاقة زيادة بصير متهيج، صح؟ أي طاقة اللي بيد وأي شيء بصير متهيج، هذا بسموها اهتياج أو إثارة الذرة، تصبح الذرة مهتاجة لأنها اكتسبت إيش اكتسبت طاقة. طيب الآن هذا الاهتياج الإلكترون سبحان الله لا يسمح له بالبقاء في موضعه طبعا، لأنه خلاص عنده طاقة صار أكثر من إيش من موضعه، بده يقفز إلى أدنى ولا إلى أعلى؟
الى اعلى، لانه احنا اثبتنا معبوه، هو اثبت مش اثبتنا، انه المدارات الاعلى طاقتها ايش؟ اعلى، فبقفز الى مدار ايش؟ الى مدار اعلى بناسب الوضع الجديد مثل الانسان. امكانات اكثر، وضع اكثر، يعني في العالم العادل، عالم الكومي هذا عادل، عالمنا مش عادل. المهم فبقفز، لكن هل تسمح له النواه ان يبقى في مداره الجديد الابد؟ بالعكس، هو لا يقفز الا ريثما ايش؟ تستعيده. فلما بقفز عائدا من المدار الطاقوي إيه الاعلى، وفعلا هو اعلى واعلى قيمه يعني، وبرجع ايش بصير هنا؟ يفقد، يفقد الذي اكتسبه بالضبط. اذا فالفرق في هذه القفزه الكموميه، وهذه قصه القفزه الكموميه كلها، هتسموها القفزه الكموميه، هل الفرق هذا في هذه القفزه الكموميه هو يساوي او يعادل الفرق في الطاقه بين طاقتي ماذا؟ المسارين او المدارين؟ هو هذا طبعا، هذا بده 10، هذا بده 15، هو اكتسب 5 نطل 15 رجع فقدهم. والله جميل، كلام منطقي هذا، بس بقول له ايش؟ مؤسس على مسلمه كلامه، بس فسر اشياء كثيره وفهمنا، وفسر لنا اول مره استقرار ايش؟ استقرار الذره، قال لك لانه هو بلف في مكانه ما بشعش. متى بشع يا ابو؟ قال لك اذا اعطيته، انت اذا اعطيته بالاحتكاك، بالتسخين، باي شيء، بالاصطدام اللي بصير، عارفين الاساليب هذه كيف. اذا في فسر كيف تشع، وفسر ايش؟ كيف هي مستقره لاول مره، يعني شكل خطوه للامام على طريق مين؟ تفضل. ليش الطاقه بتروح الالكترون؟ ليش ما بتروح النواه؟ كيف؟ ليش الطاقه اللي لما احنا بنهيج الذره بتروح على الالكترون؟ الالكترون عنده قابليه يعني يكتسبها. الى الان خلينا نقول هيك، لسه في مسائل عقل ما هيك، إيه الان عنده قابليه ايش؟ انه ايه؟ يكتسبها، لانه وضعه في المدارات يسمح له بهذا، حيث انها مدارات ايش؟ متفاوتت الرتب الطاقويه. فهمت علي كيف؟ فاذا اكتسب بيقدر يروح على ايه؟ على واحد ثاني. تمثل من قبله افترض انه ايه؟ الالكترونات في مداراتها تصور موجوده بقدره خادر، تمثل قال. قال فاذا حدث اي شيء اخرجها عن مدارها لابد ان تعود مباشره، كيف؟ ما قالش كيف. بور قال لك كيف. قال لك بحسب ايه؟ هذا المبدا، بحسب هذا المبدا. الان في مشكله دخلت ايش؟ على الخط، مشكله بور فعلا. ايش هي؟ اجى واحد سنه 13 اعتقد في يناير، واعطاه هيك بيبر ورق علميه كتبها واحد سويسري اسمه بالما، رصد هذا طيف غاز الهيدروجين الخفيف سنه 1880، ولاحظ في عند تحليل هذا الطيف ايها الاخوه انه هذا الطيف متقطع، يعني مش متصل. الطيف العادي بنشوفه هنا طيف اي ضوء الشمس غيره بيكون متصل كما قلنا ما بين الاحمر ايه والبنفسجي، لكن هذا الرجل السويسري لاحظ انه ايش؟ انه لا، الطيف هذا متقطع. كيف متقطع يعني؟ يعني حتلاقي خطوط التشاقليه عموديه وبينها ايش؟ اظلام سوائل فراغات، يعني مثل اسنان المشط، تعرف المشط اي مشط اسنان وهكذا في اسنان وفي بينها ايش؟ فراغات. فهو لاحظ إيه انه الطيف هكذا مفرغ في اسنان محذوفه، هذا وضع برضه مش مفهوم. كان مين اللي فرح الان؟ بور تحمس حماس، قال لك ممتاز، هذا بأيد بأيد نموذجي هذا النظري. كيف بأيد؟ قال طبعا ما انا قلت انه في مدارات كثيره جدا جدا جدا، لكن المدارات المتاحه محدوده ومحدده، هو حسبها طبعا، حسبها مليح عندها قانون العلوم. المدارات المتاحه موجوده، ولذلك القفزه حين ايش يعاني او يتعاني هذا الالكترون قفزه، على فكره هو لا يفقد طاقته بالضروره في قفزه واحده، عشان على الخط يعني ممكن ايش في قفزتين في ثلاث في اكثر في اقل، ما هي مشكله لكن اقلها قفزه واحده، الشرط دائما في قفزه واحده يفقد كل الطاقه، لا ممكن يعمل قفزتين ثلاث قفزات، لكن انتبهوا في القفزات هذه لا يمر بالمدارات اللي هي موجوده بين المدارات المتاحه. فهمتوا الحين ايش مقصود بالمدارات المتاحه؟ اللي بتتموضع ويصبح ايه؟ الالكترون ان تتموضع فيها بما يعطي الذره استقرارها. وفي مدارات بينيه ممنوع يمر فيهن، هنا في اشكاليه حقيقيه. ليش طيب؟ لانه عقليا ساريا ما نقدرش نفهم، وهذا سر القفزه الكوميه. احجيه كبيره يعني على فكره، القفزه الكوميه هذه احجيه ولفت فيها كتب اسم القفزه الكوميه، احجيه كبيره لغز، شيء غير مفهوم ريتسل. كيف بتقول لي هو بده يقفز من مدار لمدار من غير ما يمر ايش؟ في المدارات اللي فيهن، كيف؟ هنفهم من هنا، حنبدا ايه نفهم الغاز ايش؟ عالم الكم. هذا لسه زي ما قلنا في اول الدرس ذاك بحسب عالم الكم ممكن اكون انا موجود هنا، طبعا مش انا لحد الان بس يعني هيك تشبيه هو لانه هذا عالم الصغر
عالم صغري أو صغروي طبعاً شحينا حنشوف بعدين لو يمكن ممكن تكون موجود هنا في اللحظة هذه مباشرة إيه؟ توجد في مكان آخر دون أن تمر إيش بما بينهما. مثل هذه القفزة الكومية تذكر مرة قبل يمكن سنة ونص ذكرت في مقدمة الدرس أو في أثناء درس موضوع الطفرة ميوتيشن للنظام صح؟ قلت سبحان الله العقول البشرية متشابهة وخاصة العباقرة لما كنا نقرأ عن النظام وإحنا صغار طبعا للأسف إحنا خلانا عنه من إيه من منظور أهل السنة والجماعة لأنه معتزلي وأستاذ الجاحظ جعلوا شيطان سموه شيطان المعتزلة ولأنه قالب الصرفة أنكر الإعجاز وقال إنه الإعجاز مش لأنه القرآن بحد ذاته يعني هو معجز إنه شيء ما يقدرش ترى هو مسلم ومؤمن بالعكس الرجل وكان يدافع عن الدين دفاع مستميت يعني ولكن عنده عقل كبير قال له القرآن معجز بسبب آخر بس هو في الأخير هذا المطاف أنا بعتبر أنه اعترف بالإعجاز بصراحة بس تفسيره له يختلف قال لك هو القرآن يعني هيك بحد ذاته ما بشوفش معجزه في ذاته هيك يعني في نظمه لا إعجازه بأن صرف الله قدر وإمكانات إيش من تحدى من العرب وغير المشركين عن أن يأتوا مثلي يعني في الأخير معجز فزندق وقال لك هذا زنديق يقول بالصرفة تسمع فيها الصرفة هذه النظام يقول بالصرفة يا أخي إيش القصة يعني بس يقول القرآن هو وأنه من عند الله وبأنه أعجزهم ليش بالصرفة بغير الصرفة بس أعجزهم صح فكفروا الرجل خطير هذا فكان يضرب به المثل في الذكاء قال لك ذكي بشكل مش طبيعي ومستحيل أن يقوم له أحد في المناظرة أي إنسان أمامه يفحمك في لحظات قال لك عنده عقل هذا الذي قاله الطفرة تخيل قال لهم العقل لا يجيز الطفرة شو الطفرة انتقال الجسم قال لهم من مكان إلى مكان دون أن يمر إيش بالبين بينهما الله أكبر يعني رجل كان كمومي مستحيل الرجل سابق بكليه الكم كله معناه كيف هذا خطر له كيف برهن عنده عقليا فشيء خطير عشان يدرك هذا إيه يعني الخصب وهذا الجرأة في التفكير والخيال كان لابد أن ننتظر عصر إيش الكم ولا قبل هيك الإنسان أحمق ومستحيل وكيف لأن هذه نقطة وهذه أخرى وبينهما بين يستحيل أن تنتقل من هذه إلا أن تمر لا مش يستحيل في مجال الكم هذا ممكن على فكرة تعرف الحين الأخوة لما بتطلع مسكين مذهول هيقول أنت عملت لنا مشكلة إحنا نقرأ علم الكلام وبنتابعه في الإنترنت وعلى الكتب هذا بده يحطم قواعد علم الكلام طبعا حط بشيء كثيرة الحين ندعو دائما وأنا نسي أدعو إلى تجديد علم الكلام كيف أدعو تجديده مش لتجديد الكتابة فيه مثل ما فعل مولانا العلامة البوطي مثلا ويش يكتب علم الكلام نفسه كما هو بنفس الأدلة بس بأسلوب عصري هذا مش تجديد هذا إعادة إنتاج ريبرودكشن هذا لا مش هذا التجديد التجديد إنك إيه حتى في أسلوب البرهنة وخاصة اعتماد إيش كما كنت أقول دائما الإمكان العلمي شوي يعني كان العقل أوسع بكثير مش لازم نضل على نستخدم ممكن العقل طبعا أكثر ثباتا لكن حتى الإمكان العقل اللي شفته في إشكالية الإمكان العقل نفسه يعني لو واحد سألك هيقولك هذه ما يتعلق بالعقل وقوانين العقل وقواعد العقل من أين هذه من أين طبعا هندخل في مسألة الفطري والمكتسب هقولك في الأخير أنا في نظري إنك أنت إيه قاعدت لأشنع من خلال ملاحظة عالمك الطبيعي هذا العالم لو عشت في عالم آخر يعني تخيلوا إحنا فعلا بنعيش في عالم كمومي في عالم إيه كمومي أعطيكم الآن مثال بسيط جدا جدا البحيرة الكمومية والبحيرة إيش العادية البحيرة العادية لو أرقينا فيها إيش حصيات إحنا نذكر البحيرة خلينا نأخذ درس لو أرقينا في البحيرة إيش حصيات على فكرة التشبيه ليس لي هذا لعالم برضو العلماء من كيف الكم البحيرة الكمومية جميل وممتاز موحي لو أرقيت أنت حصيات في البحيرة العادية إيش بصير؟ على الفور فور إيش ملامسة الحصاية إيش لسطح الماء سوا أو اختراقها إيش بصير؟ يتجه أحسنت يجيش بالأمواج والمصحيح تبدأ إيه تبتسع هذا مشاهد فوريا في البحيرة الكمومية قال لك الوضع مش زي هيك وعلى فكرة البحيرة هذه افترضها هي الذرة التي تحتاج وتشع بعدين تعطيها طاقة وتشعها هذه هذا عالم الكم هذا عالم مختلف عن العالم العادي التقليدي النمطي بسموه تبقى لا مش نمطي ومش تقليدي فالبحيرة الكمومية انت هتقف في شاطئ يوم هيك مش زي اليوم جميل وتلهو وترمي ايش الحصيات هتشوف ما فيش ولا حاجة الحصى ينزل ولا في اي تموج تقول طلع ايه غريب انا ألقيت طب ألقي كم مرة تلقي ينزل ولا شيء ولا كأنك انت ألقيت وبعد ثواني أحسنت فجأة تبدأ إيه تتموج بس كيف تتموج كبيرة أمواج إيه يعني المسافات بين قيامها طويلة
مش كالمعتاد صغيرة وتكبر، لا من الأول كبيرة. تقول إيش هذا؟ إيش هذا؟ الآن بدأت تتموج بأمواج طويلة بطول موج كبير، إيش القصة هذه؟ وبشكل تفقات مش هتفهم أنت إيش القصة هذه. طب حلقي حصى أكثر، إذا لقيت حصى أكثر بصير فترة التقطع هذا والانتظار عشان تجيش بصير أقل طبعا. إذا كان قبل شوية موجة بات مثلا بعد 4 ثواني، الآن ممكن بعد إيش؟ 3 ثواني. إذا لقيت أسرع ممكن تصير بعد إيش؟ بعد ثانيتين. بعد ثانية بس ثانية وان لما مش مباشرة لا بعد ثانية وحتصير برضو إيش عاد اللي طول الموج لهال الأمواج هذه أقصر، حيصير أقصر. الآن أصبحت تشبه البحيرة العادية ولا تشبهها؟ تشبهها في الناحيتين، لأنه قادر على توليد إيش؟ موجات قصيرة وطويلة بعد ذلك، والاستجابة شبه إيه؟ شبه إيه؟ فورية. يعني معناها إيه؟ بالتواتر إيش؟ زيادة التواتر رمي الحصى أو الحصيات تحاول أن تقترب هي أو تقترب فعلا من إيش؟ من خواص البحيرة إيش العادية. هتقول ليش قلتها؟ بالعكس التشبيه موحي ومفهم جدا جدا عشان نقدر نفهم إيش الإشكال اللي برز أمام نيلز بور. في حتشوف إشكال وعجيب كيف برضو غلب عليه أو حاول غلب عليه، فيها جمال فيها إبداع. هذا هو. فهو قال لك إيش؟ قال لك لا ما بمر بعمل قفزة ولا يمر. كيف؟ قال لك هذا اللي عندي ما بيدروش يفهموا العلماء. قال بس أنا حاطيه القانون تبع الدستور، قاعدة يعني القاعدة عندي، القاعدة إيه؟ عندي إنه في فرق بين هالقفزات هذه لما تصير بين مدارات قريبة ولما تصير بين مدارات إيش؟ بعيدة. كويس. الآن لو صارت إيش؟ أو تكلمنا عن إيه؟ عن علم الكلام وكذا، فمش هنعود يعني. فبدو جدد علم الكلام لابد بصراحة بصراحة، لأن علماءنا لما ألفوا علم الكلام إيش درسوا؟ الفلسفة اليونانية تأثر بها فيها ذكرها والمنطق اليوناني، وكثير دعموا الشغلات هذه في علم الكلام. يا اخي احنا عندنا علم، عندنا فيزياء، عندنا النسبيه، عندنا الكم، عندنا ايش ندرس هذه الاشياء برضو. ايش نحاول ايش اساس نعمق فهمنا للعالم بطريقه علميه محترمه، ونستخدم هذا برضو في البرهنه في المسائل اللاهوتيه. ليه؟ لكن مين يعمل هذا؟ وليه للاسف ما عندناش، للاسف ما عندناش قدره، مستحيل، لانه هذا لا يدرس في الازهار صح ولا لا؟ ما فيش اي مساق ولا ابدا. في يتم نقل في كتب بعض الناس المتخصصين بينقل من كتب اجنبيه، بس هو ينقل ما لا يفهم وبتكلم كلام احيانا يتناقض مع نفسه، مش فاهم، لو مش فاهم ان الاسس النظريه هذه المسائل العلميه مش فاهم اصلا هو. فنعود، فقال لك الاسبوع طيب لو افترضنا الان انه صار في قفزه من المدار الثاني اللي هو قريب من ايش؟ قريب من النواه، المدار الاول، المدار ايه الاول. الان القفزه هذه القطر تبع المدار هنا الفرق في القطر كبير ولا صغير؟ صغير صغير، ولكن قال لك في سلم الطاقة المفروض يكون إيش؟ الفرق هنا كبيرة، لاحظناه أكبر تكون. كيف؟ هنا الشيء برضو مش مفهوم. هذه ممكن نشبهها بطريقة لا تنسى إن شاء الله بالدرج بتربنا الدرجات، مش سلم سلم هيك يعني لا سلم الدرجة تعرفوا؟ لو في الحين مثلا إيش درج تربن هيك مثلا 150 درجة وأنت وقفت في الأسفل وطلعت، كيف بتشوف؟ الدرجات اللي تحت بتشوف الفرق بينها إيش؟ كبير صح؟ شوفها متميزة فعلا كل ما تطلع بتصير ايش وفي الاخير تتضامن. في الحقيقة هي ما بتتضامن لكن خدع، خدع ايش؟ خدع بصر صح؟ هذه خدعة بصرية بس هيك بتصير 150 او 200 او 300 درجة بتشوف انت اي مدرج قديم روماني بتشوف الدرجات في الاخير اللي فوق ايش اصبحت؟ المسافات بينها بسيطة 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 كأنها اصبحت خطوطا ايش؟ متراصة صح؟ كأن الفروق بينها ايش؟ يعني لا تحسب صغيرة جدا جدا بعكس القريبة. بعكس ايه؟ بور قال لك هذا ما يحدث في الذرة، ما يحدث ايه؟ في الذرة. ولذلك لما يصير ايه قفزة مثلا من المدار رقم 10,000 الى المدار رقم 9999 مثلا 9999 هنا بتكون ايه العكس. ولذلك لما بقفز هذا ويطلق الفوتون كويس وبعدين نحلل احنا ايه هذا الاطلاق على ايش؟ على الشريط هذا الحساس، هنشوف الطيف ماذا؟ متواصلا. هنشوف الطيف متواصلا لو حللنا ايه ما يحدث لكن ايه بالقفزات ايش في المدارات الدنيا بنشوف الطيف ماذا؟ متقطعا. فايش قال؟ قال قاعدتي هنا في كل مناسبة، في كل ايه مناسبة يمكن فيها
ملاحظة الاتصال يحق لنا أن نطبق قوانين الميكانيك إيش التقليدي. شفتوا؟ معنى قالك أنا في هالمدارات العليا هذه قفزاتها أنا بقدر إيه أستعين بإيش بالميكانيكا التقليدية وأفسر إيش الاتصال في الطيف، لأنه هو واجهته مشكلة الطيف. بدي أختم صدعناه حنكمل الموضوع مرة ثانية بس قبل ما أختم وهذه أصبحت واضحة. بدي أشرح بس لبعض الناس ربما إيه اللي ما عندهمش يمكن قاعدة علمية، يعني بعض الناس درسوا أدبي، في ناس درسوا أدبي كله أدب أدبي وربما عنده شيء حتى إيه أي فكرة علمية. إيش موضوع الطيف هذا والتحية الطيفي اللي بدأ قبل بوهر أو بور بمئة سنة مع بونزين الألماني العالم إيه بونزين. هذا الرجل بتعرفوا تكييف نيوتن مع ضوء الشمس والموشور هذا الزجاجة هو عمل نفس التجربة أعادها، ولكن استخدم إيش هو؟ استخدم ضوء مصباح بنزين مع قطعة من القماش مغموسة في إيش؟ في محلول الملح ناتريوم كلوريد NaCl من ناتريوم يعني صوديوم وكلور، هذا هو كلوريد الصوديوم، الملح اسمه كلوريد الصوديوم. غمسها بحلول الملح هذا الرجل وأشعلها سوا، وبعدين عرض الضوء طلع منها إيش؟ للموشور. كويس؟ لاحظ في الطيف هو إيش الرجل؟ خط أصفر واضح، أصفر فيش خطوط ثاني، خط أصفر في الطيف. كان إيش هذا؟ غريب، إيش الخط الأصفر واضح هذا؟ وإيش السبب فيه؟ أكيد هذا طبعا إيش؟ يحكي طولا موجيا معينا لمين؟ للكلور ولا للناتريوم؟ مش الكلور، ناتريوم صوديوم ولا كلور؟ مش عارف هو، كان لازم أعرف. طبعا هذا سهل إنه يعرفها، إيش هيعمل حيني؟ هيعيد التجربة، هيعيد إيش؟ التجربة، ويحط بدل مثلا الكلور يحط إيش؟ عنصر آخر. لو حط ناتريوم OH مثلا اللي هو بسموها إيش؟ مثلا بسموها الصودا الكاوية كوستك صودا، الكوستك صودا الصودا الكاوية ناتريوم OH NaOH حط طلع إيش؟ الأصفر، طلع الأصفر. قال لا مش واضح، طيب خلينا نقيم الناتريوم ونكتفي إيش مثلا؟ نكتفي بالكلور مع الهيدروجين اللي هذا لو غمسناه في الماء بصير بيكون إيش؟ حامض الهيدروكلوريك، وحرقها ما طلعش إيش اللون الأصفر، فعرف إنه إيش قطعا وحتما إنه إيه إنه سبب هاللون الأصفر هو إيش؟ عنصر الصوديوم. وهيك إذا انتبهت مبارك في الخطبة بنقدر نعرف إيش العناصر الموجودة إيش في الشمس. هذول لا بس الصوديوم، لا الحكاية مش وقفة على الصوديوم. اكتشف هذا الرجل مع كيرتشوف بعد ذلك بطريقة صحيحة إنه كل العناصر عندها إيش؟ عندها أطياف بمثابة الفينجر برينتس، بصمات الأصابع. كل عشان انت عندك بصمة؟ طيب حتى عنده بصمة هو الذي أعطى كل شيء خلقه. يعني كل شيء له كيان، مش انت الحارف، كل شيء له كيانه، له يقول أنا وبس. طيب انت وبس بس مش انت وبس. فكل عنصر من عناصر عنده إيش؟ عنده بصمة من البصمات كله، مش الصوديوم. ومش شرط تكون البصمة هذه إيش؟ خطا واحدا واحدا، بالعكس هي في معظم الأحوال تكون أكثر إيه؟ أكثر من خط بصيغة معينة. أحيانا بتكون عشرات الخطوط، أحيانا بتكون آلاف الخطوط، آلاف تصور. وهذه هي البصمة، معقدة جدا سبحان الله، مثل البصمة الوراثية عندك ربنا شو كيف حللوها في الحاسوب شيء طبعا في الأحرف المتتابعة هذه شيء معقد جدا وحتى بصمة الصوديوم هذه طلعت في الأخير مش خط أصفر واحد، خطين، خطين متقاربين جدا بالعين ما كانوا يشوفوا، بعدك طلع خطين هنا. فكل عنصر عنده إيش؟ عنده. هذه قصة الطيف أو قصة التحليل إيش الطيفي. الآن المشكلة في الاتصال وفي الانقطاع. تعب بالمر هذه قلنا إيش؟ إنه شاف إنه طيف الهيدروجين هذا الغازي إنه متخطع، صح؟ قال لك بور أنا متحمس جدا وأنا ببصم بالعشرة وهذا كلام سليم. ليش؟ قال لأنه الطيف هذا هو طيف الفوتونات اللي طلعت إيش أو يعني أصدرت أو بعثت بالقفز من المدارات المتاحة. أما المدارات غير متاحة فلا إيش فلا يدل يعني فلا يوجد ما يدل عليها، وهذا اللي شكل انقطاع في الخطوط. هذا شكل انقطاع في الخطوط. نقول لك وليش في حال اتصال؟ والفيزياء التقليدية فسرت وقال لك هذه في المدارات العليا البعيدة جدا جدا، وزي ما شبهها موضوع إيش التربن هذه كل ما تبتعد صور تصبح كأنها إيش متدامجة متراصة. حنشرح هذا بصيغة علمية أكثر لسه مفهومية من هذا الكلام. التشبيه بس
ما بتنسهوش انت وتفهم كيف. كل ما تقترب تصير ايش متباعدة فيظهر الانفصال. هذا ما دعي في النموذج البوري او البوروي بمبدأ التطابق. الكورسبوندنس ايه برنسيبل هو ايه؟ انه قال لك احيانا باضطر استخدم ايش الميكانيك التقليدي، واحيانا بستخدم ايه الميكانيك الكمومي عشان افسر ايش الظاهرة او الظواهر. قال لك هذا إيه؟ هاي يسعفني ممكن، ليش لا؟ هي نجحت في اشياء، انا نجحت في اشياء، لكن هذا يشب بماذا؟ بضعف برضو ايه التفسير البوروي، في ضعف معين. ما دام انت ايش يعني طردت الميكانيك التقليدي من الباب ورجعته من النافذه، معناها في عندك مشكله. صح، في مشكله حيحلوها ناس ثانيين ويساهموا ايه ناس اخرين. العالم براغ الانجليزي قال هذا المبدا التطابقي يشبه من يعظ بالميكانيك التقليدي يوم الاحد والثلاثاء والخميس، ويعظ بالميكانيك الكمومي يوم الجمعه والسبت والاربعاء. يعني انا بالنسبه لي هذا ما اقبلوش، بعتبره نوع من التلفيق والخلطه والطبيخ العلمي. انا متحفظ على الوضع هذا. حنشوف بقيه القصه. وزي ما قلت لكم او وعدتكم بالاحرى، كل ما يتعمق اكثر الموضوع حيصير اجمل، وحتبدا ايه زي ما قلنا ايه تدخل في الالغاز، وحنفهم في الاخير حتى من خلال بعض التطبيقات العبقريه جدا، عشان نفهم انه فعلا هذا الميكانيك الكمومي ميكانيكي غير طبيعي وفعلا يعني ايه وعميق وصحيح الى حد ما. طبعا الى حد ما اينشتاين مات وهو مش اينشتاين، ونيلزبور كمان وهو على فكره من اباء الكم. بس واحد يقول لي كيف طيب اينشتاين وبور ايضا يعتبران ايه من الفيزيائيين التقليديين؟ صح، فيزياء تقليديه. تعرف ليش؟ لانهم كانوا الى حد بعيد جدا 80% ميكانيكيين. خاصه اينشتاين. اينشتاين بالعكس هو لما خدم كان بيخدم في اطار الصوره ايش التقليديه الميكانيكيه التي تؤمن بالسببيه، سبب مسبب. لكن ضربها هو، ضربها لما ايش دخل على الازدواجيه. المهم قصه طويله هذه. لكن حندخل في شيء في الاخير لا غير تقليدي، فعلا غير تقليدي بالكامل وغير نمطي ومحير. فحنشوف مثلا كيف يا اخوان كيف قدروا قبل هذا انا ايه يعني ما تطرح امكانيات وكانوا يعتبروا من المستحيلات. قال لك مثلا هل ممكن فيهم الان نرى الذره؟ قال لك مستحيل، انتهى. ترى الذره مستحيل. ليش؟ الرؤيه كيف تتم؟ عبر ايه الضوء. صح، الرؤيه نقول رؤيه سواء بالتلسكوب سواء بالميكروسكوب سواء بعينك يا تبوي، ايش وسيله الرؤيه؟ الضوء. مستحيل الضوء، الموجه الضوئيه اكبر بكثير ملايين المرات من ايش؟ من الذره. صح، فكيف حشوف الذره انا بالموجه الضوئيه؟ مستحيل. ولذلك ما تقوليش انا ايه بميكروسكوب ايش ضوئي بقدر اشوف، مهما كانت قدره تكبيري اني اقدر اشوف ايه، ومع ذلك هم تقدر تقول شاف الذره من اوساط الثمانينيات عبر تقنيه كموميه اسمها ايه التقنيه النفقيه تونلينج افكت، الظاهره النفقيه. ايش الظاهره النفقيه وكيف وايش الفكره؟ هذا الشيء جميل وعبقري يا اخوان، عبقري عبقري يا اخي. معزوش قال لك حنشوفها كيف يا اخي، ومش بالضوء هيك عادي موجه ضوئيه، لا بالالكترونات حنشوفها. حنشوف هذا، لكن هذا في اخر ايش أو ربما في وسط السلسلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.